صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل يوم بنشوف أخبار وتقارير ليها علاقة بالتطور الكبير اللي بيحصل في مجال علوم البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وده لأن العالم كله بقى بيراهن على هذه المجالات، بيشوف إنه دي العلوم هي تبقى علوم المستقبل. عشان كده في اهتمام كبير من مصر بالرقمنة والتوطين صناعة التكنولوجيا وإطلاق مبادرات لتأهيل الشباب وتعظيم قدراتهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكمان إنشاء مراكز عملاقة للبيانات والحوسبة زي المركز اللي افتتحه الرئيس يوم الأحد اللي فات. هي شاذ لي انه زمان يمكن كانت هذه التخصصات كانت تخصصات بالفعل منفرده بذاتها، يعني تخصص كليه حاسبات وعلوم حاسبات كانت كلها يعني تخصصات منفصله، لكن دلوقتي الفكره ان كل المجالات بقت مرتبطه بالرقمنه ومرتبطه بالتكنولوجيا ومرتبطه بالتطوير والتطور التكنولوجي اللي حاصل في العالم كله، فما بقاش ينفع ان يكون في مجال او في شخص مش مؤهل اصلا في هذا المجال. عشان كده جه اهتمام الدوله بتاهيل الشباب في هذه المجالات، مش بس من خلال المبادرات، لكن كمان احنا عندنا كليات متخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبقى في وعي كبير جدا عند الشباب للالتحاق بالكليات دي لانها بتخرج شباب عندهم مهارات محتاجها سوق العمل الجديد، ويمكن اللي حاول انه يتجاهل المهارات دي يا شاذلي فعلا خرج لسوق العمل وتفاجئ بقى بارض الواقع. صحيح، وزي ما قلت كده ان الموضوع ما بقاش مستقل، بقى مرتبط بكل مجالات الحياة. ولو ذكرنا مثلا المجال الصحي، يعني انت بتروح بتدرس طب بتاخد السبع سنين بتوعك، دلوقتي طبعا دخل الذكاء الاصطناعي ودخل الروبوتس في عمليات جراحيه كبيره وعمليات جراحيه معقده، فطبيعي انك برضو يتم تاهيلك في هذا المجال، ودي نقطه غايه في الاهميه. وبنسبه بقى طبعا سوق العمل الجديد، المنتدى الاقتصادي العالمي اصدر تقرير في 2023 بيتكلم عن مستقبل الوظائف، بيقول ان ربع الوظائف الحاليه هتتغير بشكل جوهري في الخمس سنين القادمة، وهيتم استحداث وظائف جديدة معظمها مرتبط بالتكنولوجيا والبرمجة وأيضا الذكاء الاصطناعي. يعني بشكل عام كده اللي مش هيبقى حابب أن ولاده يلتحقوا بالكليات دي، على فكرة حتى لو من غير الكليات، حتى لو لا يلتحق بالمبادرات دي عشان تبقى عنده هذه المهارات، حقيقي هيكون بيأخرهم كتير جدا، وكده كده هيضطر يتعلمها عشان يقدر يواكب سوق العمل دلوقتي. فمهم جدا انه نتعلم اكتر ونكتسب هذه المهارات، لانها ما بقتش خلاص رفاهيه، او زي ما بنقول كده ما بقتش عشان نملى السي في بتاعنا او نملى السيره الوظيفيه او السيره الذاتيه بتاعتنا، لا بقى لازم تكون موجوده عشان تقدر تتوظف في مكان مهم، ومش بس عشان تقدر تتوظف في مكان مهم او مكان محترم، عشان تتوظف في اي مكان تقدر تؤدي عملك بالشكل اللي دلوقتي العالم كله ماشي بيه. عشان كده احنا النهارده هيكون معانا فقره عن وظائف المستقبل، ايه الدراسات والتخصصات التكنولوجيه اللي بتفرض نفسها في سوق العمل، هنتكلم كمان عن مبادرات اللي موجوده اللي ازاي نقدر ان احنا نستفيد بيها. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لهاله ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا هاله صباح الخير. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا جوفانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الفل. يمكن النهارده الجو هيبقى شويه حر، درجه الحراره 30 النهارده، ولكن هيبقى معنا تفاصيل اكتر عن حاله الجو، بس الاول هنبدا مع حضراتكم جوله مروريه وهنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، وهنبدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد في الوقت الحالي
بالتالي وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، وكمان الكورنيش المتجه للمؤسسة هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، ونفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي ان في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي ان في كثافات مرورية وصولا للمنصة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وكمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء يشهد بعض الكثافات. كمان بتشهد مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي حلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. نروح مع بعض لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولاً لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي، وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لبولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صف فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لغاية الطلبية، وكثافات أيضاً أمام المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. برضو ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاق ومبابة. نروح مع بعض لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفهوش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات، طبعا لسحب اي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع أي ازدحام مروري. هنكمل جولتنا مع حضراتكم دلوقتي ونروح لمحافظة بورسعيد، وهنلاقي هناك في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كالعادة بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيف من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلا عن تأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة. كمان امبارح الرئيس استقبل دينيس بيتشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية، وشهدت المباحثات تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. خلال
خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيف من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. أيضاً خلال الاتصال تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل دينيس بشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية. شهدت المباحثات تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة للملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إن مصر كانت من أوائل الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، وتحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأوضح الرئيس إنه تم التوافق على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط 4 يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإمبارح أيضاً أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكد الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبهم بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية لمدينة الغردقة بما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. امبارح رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بشيروفيتش حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في زيارتها لبلدها الثاني مصر. وقالت السيدة انتصار السيسي خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنهما تفقدا معاً غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني اللي بيلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به. امبارح عاد للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومين 28 و 29 إبريل. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي رومان جولوفوتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا اللي وصل في أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى بيضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي اللي بتعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي لمصر، مؤكداً تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قدماً بين البلدين، مضيفاً أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة. كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة شمال سيناء تم افتتاح 3 مشروعات تنموية وخدمية بالشيخ زويد. في البحيرة تم تنظيم معرض الملابس الجديدة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في 6 قرى. أما في سوهاج فتم تطوير وإعادة إعمار 42 منزل. وفي المنيا كمان في شوان وصوامع المحافظة استقبلت 48 طن من محصول القمح. خلينا نروح مع حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء افتتحت المحافظة 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز مدينة الشيخ زويد، هي رفع كفاءة 130 وحدة سكنية ومبنى إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، ومدرسة الفرابي للتعليم الأساسي بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع،
بجانب توفير 5 سيارات فونتاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد. في البحيرة شهدت المحافظة تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بمركز أبو المطامير لدعم 550 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين ب5 قرى. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه بيجري حالياً أعمال رصف طريق أبو عمر شرق مدينة كفر الشيخ ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كفر الشيخ الدائري القطاع الأوسط أبو عمر، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية قبل البدء في أعمال الرصف. في سوهاج أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 42 منزل بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، وتم إعادة الإعمار والفرش للمنازل على أحدث طراز وفي وقت قياسي ولاقت قبول واستحسان أهالي القرية. في الأقصر عادت مجدداً رحلات البالون الطائر لتزين سماء الأقصر بعد توقف لمدة 2 يوم بسبب العاصفة الترابية وشدة الرياح واتجاهها ناحية الشرق، وانطلقت من أرض مطار البالون امبارح 50 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1400 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، حيث تشتمل على المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي تم إنشائها مؤخراً، وبيتم استكمال منطقة الملاعب وأعمال السور الداخلي وأعمال الكهرباء واستكمال تسوية الطرق الداخلية مع مراعاة الهوية البصرية في أعمال التشطيبات وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة على المباني المختلفة. لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، لكن هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم من جديد، استنوني. وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معنا دلوقتي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على الأستاذة المشرفة. أهلاً بك. أهلا بحضرتك. يمكن فرق درجات شوية ما بين بالنهار وبالليل، يعني الصبح درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 في حين أنها بالليل هتوصل ل17، هتبقى شوية مايلة للبرودة. طمنينا أخبار الجو إيه؟ بالفعل يمكن إحنا خلال هذه الأيام بنشهد أجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية لوقت سبت السنة، لأن إحنا أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر عليها هي كتل هوائية شمالية خاصة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر عن المتوسط، كتل معتدلة بشكل كبير بقية بدرجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد المحافظ الجوي، المحافظ الجوي ده بيعمل على وجود منخفضة متوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس وخاصة في فترات الصباح، وده بيساعد على عشان كده الطقس. دكتوره منار انا هستاذن حضرتك بس لو تقفي في حته ممكن يبقى فيها شبكه عشان الصوت بيقطع. هو طبعا طقس فتره النهار هيكون طقس رفيع مائل للحراره في القاهره الكبرى ومحافظات السواحل الشماليه والوجه البحري وشمال الصعيد. هيكون كمان طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد، ده بيكون في فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس او بشده الاشعه الشمسي وقت الظهر. فور غياب اشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، بنحس ببعض البروده شويه خاصه كمان خاصه في فتره الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر. قيم درجات الحراره الصغرى بتنخفض وتكون طبعا يعني بين الجاديه تكون 17 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فده بيحسسنا بالبروده، وده موجود في معظم محافظات الجمهوريه. خاصه كمان ان متوقع اليوم يكون في نشاط لرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعات الرياح هتكون ما بين 35 كيلو متر على الساعة، ده يساعد بشكل كبير على احساسنا بالمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ويساعد ان احنا نحس بالبرودة فترة الليل المتأخر في صباح الباكر.
كمان ايضا يكون متوقع مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه يكون في فرص هبوط الامطار، لكن الامطار هتبقى موجوده فقط في مناطق من جنوب سيناء زي شرم الكاتبين، شرم الشيخ، دهب، مناطق كلها معرضه لهبوط امطار من خفيفه الى متوسطه واللي ممكن تكون رعديه احيانا. الطبيعه الجبليه والجغرافيه في الاماكن الموجوده في جنوب سيناء ممكن تؤدي تشكل بعض الشروق الخفيفه، ده مستمر معانا اليوم وتكون على فترات متقطعه. كمان طبعا الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره فتره الصباح الباكر واللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والخريفه من المسطحات المائيه وبتؤدي لمدات طويله في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 او 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاحوال الجويه هتستمر معانا حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه الجويه. مع يوم الجمعه ممكن نلاحظ ارتفاعات خفيفه جدا تقيم درجات الحراره، يعني متوقع الارتفاع ده يكون بمعدل من 3-4 درجات خاصه يوم الجمعه ويوم الاحد القادم ان شاء الله. هنحس فيها بالاجواء الغير رطبه في النهار، لكن يعني مفيش منها قلق تماما، مش ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره زي ما شايفناها الاسبوع الماضي. هناكد بس على كل الساده المواطنين مهم جدا لو احنا خدنا الملابس الصغيره فتره النهار فترات الليل تكون المغربيه، لان لسه في بروده في الجو وفي فرق بالفعل في قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، فده بيتجاوز اكيد ال 10 وال 12 درجه مئويه. ناخد بالنا بس من نوعيه الملابس اكيد على اغلب الصحف. اكيد بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره العظمى 30 والصغرى 17، ايضا العاصمه الاداريه 30-17، اسكندريه 25-16 والعلمين الجديده 24-15، مطروح 23-13 ودمياط 25-18، بورسعيد 25-18 والاسماعيليه 30-16، السويس 29-17 والعريش 24-17، كاترين 24-12 وطوبة 28-21، حلايب 28-24 وشلاتين 32-23، شرم الشيخ 32-25 والغردقة 31-23، الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 17 وبني سويف العظمى 31 والصغرى 16، الوادي الجديد 34-21 وأسيوط 30-15، سوهاج 33-18 وقنا 36-21، الأقصر 37-22 وأسوان 37-22. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لجمانة وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هلا. شكرا مشاهدينا، دلوقتي خلينا نروح نتابع معاكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتطلق وزارة التعليم المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت عنوان ابدع واصنع بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر. كان وزير التربية والتعليم شاهد خلال الأيام القليلة الماضية مشروعات طلاب المدارس الفنية بطنطا اللي بتخدم البيئة والمجتمع، وحرص الوزير على الاستماع لشرح الطلاب لمشروعاتهم اللي تضمنت التحكم في مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكياً والتحكم في الإضاءة بواسطة خلية ضوئية وقياس مستوى سائل في خزان مياه. النهاردة انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للممولين من الأشخاص الاعتباريين أو الشركات، وطلبت مصلحة الضرائب الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة ليوم 30 إبريل حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، حيث إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يوم فإن الغرامة في حدها الأدنى 3000 جنيه وبتصل في حدها الأقصى ل 50000 جنيه. أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوم فإن الغرامة تبدأ ب 50000 جنيه وبتصل في حدها الأقصى ل 2 مليون جنيه. النهاردة هيشهد قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون سادس فعاليات نادي السينما التسجيلية بعرض فيلم تسجيلي عن الأفلام الكلاسيكية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.
النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريال مدريد الأسباني في تمام الساعة 10 ليلا. كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبألف خير. بكرة إن شاء الله عيد العمال، وبهذه المناسبة إحنا معانا دلوقتي تقرير عن الاهتمام الكبير اللي بتوليه مصر للعمال ودعم وتطوير الأيادي العاملة على كافة المستويات وتوفير حياة كريمة لهم. أولت الدولة اهتماماً غير مسبوق بعمال مصر، وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العاملة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم. وعلى مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع. ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلاً عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل. وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز ورئيسي في دعم هذا الملف دعماً كبيراً، فقد سبق وأصدر العديد من القرارات، أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه. كما وجه الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بجانب التأكيد على كافة منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً وهي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع استمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل، فضلاً عن قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين لدعم عمال مصر، فعلى مدار 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال امتثلت الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية في كل القرارات والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي، ومنها ملفات التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص العمل وتشريعات العمل والعمالة المصرية في الخارج. وكانت أبرز القرارات التي أكدت على تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل وعلى أرض الواقع القرار المعلن بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، فهذا القرار يدل على حرص الدولة على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل والعمال بأكمله. كل سنة طبعاً وكل عمال مصر طيبين، كل سنة وإحنا طيبين. يوم العمال أو عيد العمال بالمناسبة هي مناسبة دولية، مناسبة عالمية، يعني دول كتير جداً بتحتفل فيه نفس اليوم بعيد العمال، وكانت انطلقت أصلاً شرارة يعني هذا العيد في أستراليا في سنة 1856 يا شاذلي، تخيل. وكان الاعتراض على فكرة ظروف العمل المجحفة، لأن هم كانوا بيشتغلوا عدد ساعات طويل جدا، صحيح. فكان من أبرز مطالبهم طبعا ظروف عادلة، ومن ضمن هذه الحقوق إن هو تقلص عدد الساعات لـ8 ساعات يوميا، لأنه كان عدد ساعات العمل كانت طويلة جدا. وبعد كده انتقلت من بلد لبلد ومن دولة لدولة لغاية ما عممت الفكرة، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بتحتفل بيه في يوم تاني. ما اختلفناش، لكن هو في النهاية زي ما أنت قلتي ما فيش شك أنه الصناعة مهمة لإحداث تنمية في أي دولة في العالم كله. طبعا مصر دولة صناعية وإحنا عندنا مصانع ليها تاريخ، بالإضافة إلى الصناعات الجديدة اللي بقت موجودة ومنتشرة في كل حتة في العالم دلوقتي، بقى موجود عندنا منها عدد كبير من المصانع اللي بتشتغل على بتقنيات حديثة، بتستخدم تكنولوجيات حديثة، فكان لابد من تطوير العمالة والأيدي العاملة في هذه المجالات. وأعتقد أن احنا بقى خلال الفترة اللي فاتت احنا بقى عندنا كمان
جزء بيوضح طبعا اهتمام الدولة بهذه الأمور مجمعات صناعية. الفكرة مش في تطوير بعض المصانع القائمة فقط، لا، احنا بقينا بنعمل مجمعات صناعية لصناعة معينة. مثلا يا جمانة ننشئ مجموعة من المصانع بتخدم على بعض، في النهاية نخرج بمنتج نهائي يفيد العمال، وده مهم جدا، وفي نفس الوقت تكون تكلفته مناسبة، وبنشتغل بأحدث التكنولوجيات الموجودة، وده حق أصيل للعمال لأنه بكل تأكيد بيعود بالنفع عليهم. بكل تأكيد يا شاذلي، الحقيقة أنه العمال في أكبر الاقتصاديات في العالم، نتكلم عن ألمانيا، عن الصين، عن أي اقتصاد ناجح، العمال هم وقود هذا الاقتصاد الناجح. بالنسبة لهم فكرة أنه يكون في عامل مهاري وعامل حرفي بشكل كبير جدا، دي يعني بالنسبة لهم من أهم العوامل، من أهم عوامل النجاح. طبعا ده بيساعد في وجود بقى معدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، ويكون في تأهيل كبير، لكن العامل فيه اهتمام كبير جدا بيه، والحقيقة أنه حتى يمكن في هذه الدول بيكون الأسر نفسها أو أفراد المجتمع نفسه مهتمين جدا أنه يكون في من ضمن نطاق الأسرة، أو يكون في المجتمع فيه اهتمام كبير قوي وتقدير كبير جدا للعمال. فمرة تانية كل سنة وكل عمال مصر بألف خير، ويعني زي ما بقول كده دايما تسلم إيديك. وخلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وانطلقت فعاليات هاكاثون الحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي بينظمها معهد بحوث الإلكترونيات، وبيستهدف تطبيقات التحكم الذكي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ده بكل تأكيد ضمن خطة ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازاي حضراتكم؟ يا اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. لو في البدايه حضرتك تعرفينا على المحاور اللي بتركز عليها فعاليات الهاكاثون للحلول الذكيه لتحديات الطاقه الجديده والمتجدده، واللي بينظمها معهد بحوث الالكترونيات. تمام، بس خليني قبل بس ما اتكلم عن المحاور ادي نبذه صغيره عن معهد بحوث الالكترونيات والهاكاثونز اللي عاده بيقيمها سنويا. معهد بحوث الإلكترونيات هو معهد بحثي متخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وهو أحد المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إحنا المنديت بتاعنا أو الشغل بتاعنا الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية، وما بنتوقفش عند كده، لا، إحنا بنقدم الاستشارات العلمية لمختلف قطاعات الدولة. كمان في ملف مهم جدا احنا مركزين عليه الفترة دي، هي تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي بنعد ملف في مجموعة من المبادرات. بنقدم منح تدريبية للخريجين، معسكرات تعريفية بالتكنولوجيات البازغة الموجودة حاليا، وبنعمل مجموعة من الهاكاثون. يمكن هاكاثون الطاقة المتجددة ده ثالث هاكاثون بنعمله. بالنسبة للمحاور الخاصة في الهاكاثون ده، كان تصميم وتنفيذ نماذج أولية سواء لروبوتات تنظيف الألواح الشمسية أو لتوربينات الرياح ذات سواء المحور الأفقي أو الرأسي. ومش بنقتصر على ده، أي فكرة إبداعية في مجال الطاقة المتجددة كانت ضمن هذا الهاكاثون. طب يا فندم، بالنسبه للهيئات والجهات التعليميه اللي بتشارك في فعاليات الهاكاثون او هاكاثون الحلول الذكيه لتحديات الطاقه الجديده والمتجدده، لو هنتكلم بشكل محدد، يعني ايه هي هذه الهيئات وايه هي هذه الجهات وايه كمان نوع المشاركه او نوع التعاون؟ طيب، الجهات اللي نظمت ورعت هذا الحدث مع معهد بحوث الالكترونيات كانت اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. كان في عدد من المستثمرين ورجال الاعمال هم اللي دعموا هذا الهاكاثون. والجهات اللي تقدمت للهاكاثون كل المبدعين والموهوبين بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم. شارك معانا طلبة الجامعات سواء الحكومية، الأهلية، التكنولوجية الخاصة، الدولية، المعاهد العليا، شاركة خريجين الجامعات، مدارس السم، المعاهد البحثية، كل الجامعات دي شاركت في مختلف تخصصات كهرباء، إلكترونيكس، ميكاترونيكس. يعني أكثر من 40 جامعة ومدرسة ومعهد بحثي شارك في هذا الهاكاثون.
طيب أكتر من 40 جهة، لكن عدد المشاركين تقريبا وصل قد إيه؟ أكتر من 350. عظيم. هل في سن معين؟ مراحل عمرية مختلفة. أنا بس عايز أقول لحضرتك الجامعات لو حضرتك شفتها مختلف المحافظات، يعني جامعة القاهرة، عين شمس، أسوان، منوفية، بني سويف، دمياط، زقازيق، أنا مش عايزة أنسى حد. عظيم. على مستوى الجمهورية كلها. المراحل السنية بتتفاوت، ولكن بنتكلم في فئة الشباب من 15 سنة لحد 25 سنة، وكان في طبعا خريجين مشاركين. طب يا فندم، مدة تدشين الهاكاثون تقريبا قد ايه ومستمرة لمدة قد كام يوم؟ الهاكاثون كان لمدة 3 ايام وانتهى بالفعل الفعاليات بتاعته امبارح، ولكن الفعاليات انتهت ولكن احنا مستمرين. الفكرة كانت من الهاكاثون اننا نتبنى الافكار الابداعيه والحلول التكنولوجيه ونقدمها للجهات الصناعيه. فبدات يعني انتهى فعاليات الهاكاث، ولكن بدات فتره الاحتضان للافكار التكنولوجيه. عظيم. طيب هاكاث مدته 3 ايام، بيشارك فيه 40 جهاز زي ما حضرتك ذكرتي، بيصل عدد المشاركين فيه ل 300 مشارك. ازاي نقدر يا فندم ننقل هذه التجربه بحيث ان هي لا تقتصر فقط على مده اقامه الهاكاثون وتنتشر بقى، يعني هؤلاء الشباب يكونوا سفراء للهاكاثون؟ الحقيقه ده فعلا اللي تم حاليا. احنا طالعين بتوصيات للهاكاثون وبعتين لكافه الجهات، اولا شكر انهم شاركوا في هذه الفاعليه. بنبتدي نوجه الجامعات ان الصناعه محتاجه 1 2 3. المستثمرين اللي كانوا موجودين واتفرجوا على المفردات البحثيه طالبين استكمال هذه المشروعات في مجالات محدده. كل ده هنراسل بيه الجامعات علشان الهاكاثونز اللي جاي يبقى الطلبه مستعده. كمان احنا اخترنا يعني لا تقتصر على الجوائز المادية اللي قدمت من الاول للخامس، لا تقتصر على ذلك فقط، لكن في مجموعات هنحتضنها ان شاء الله وهنأسس لها شركات ناشئة، لان ده كمان من مهام المدينة العلمية الخاصة بمعهد بحوث الالكترونيات. ففي شباب احنا خلاص بننقلهم من مجرد انها فكرة ابداعية، بنعمل لهم البيزنس موديل وبنقول لهم يلا انطلقوا وكونوا شركات، وده طبعا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفه التكنولوجيه. طيب يا فندم، حضرتك ذكرتي انه صحيح الهاكاثون انتهى، ولكن حضراتكم مستمرين في استقبال الافكار والمشروعات. اللي حابب ان هو يشترك او ان هو يستفيد يعني من هذه المبادره او من هذا البرنامج، ايه الشروط؟ ايه المطلوب؟ هل في مشروعات معينه او هل بيبقى في مستهدفات لمشروعات معينه او تطبيقات معينه؟ كل ما هو له علاقه بالالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقه احنا بنحتضنه. اي فكره ابداعيه على خارج فكره الهاكاثون، يعني مجرد ان بيخبط على بابنا شخص عنده فكره ابداعيه بنبتدي نقعد نتكلم معاه. لو الفكره ماتيور او جاهزه بنبتدي ندعمه، بنحميله الفكره، كمان بنمشي معاه في اجراءات حمايه الفكره، بنمشي معاه في اجراءات ان هو ينشئ شركه لو الفكره قابله للتسويق. فده الشغل الخاص بالمعهد، احتضان الافكار وتحويلها لمنتجات نصف صناعيه. في شروط بقى يا فندم، يعني الشخص المتقدم ده في شروط او معايير اللي استفدتوا من هذا البرنامج؟ لا خالص. المهم ان الفكره اللي عنده هي فكره قابله للتطبيق وقائمه على نظريه سليمه، ايا كان عمره، ايا كان الجهه اللي جاي منها، احنا بندعمه طالما الفكره فكره ابداعيه وقابله للتطبيق. طيب هاكاثون ليه تحديات الطاقه الجديده والمتجدده، ايه ابرز التحديات وايه الحلول اللي تم طرحها؟ لو هنذكر بس حاجه او اتنين. زي ما ذكرت يمكن في الأول، إحنا عندنا مباني كبيرة زجاجية، فكان محتاجين نموذج أولي لربط بينظف سواء الزجاج للمباني عالية الارتفاع أو الألواح الشمسية. والحقيقة اتقدم كذا نموذج لتنظيف الألواح الشمسية، وكذا نموذج ابتدينا نجتمع مع الطلبة إنهم يتكاملوا مع بعض. ان كل واحد عنده جزء قوي، ف
فأكثر من مشروع، وعلى فكرة الفائز الأول الفريق الأول والفريق الثاني ابتدوا يقعدوا مع بعض علشان يعملوا نموذج متكامل. جميل. وهو ده فكرة الهدف، مش الفكرة إن يكسب واحد أو اثنين أو ثلاثة، الفكرة إني أكمل معاهم وإن ده يتحول لمنتج موجود في السوق، أو على الأقل يستفيد منه إحدى الجهات الصناعية. وكل واحد يا دكتورة شيرين بيكون عنده إضافات بكل تأكيد. بالضبط كده. إحنا كان دورنا نعدل نطور ندي الإرشاد والتوجيه، أو نكامل فرق العمل مع بعض نعرفهم ببعض. طيب أخيرا يا دكتورة شيرين، مين المسؤول عن اختيار المشروعات أو التطبيقات اللي ممكن تنفذ، أو ممكن إن هي يتم حتى مساعدة صاحب هذه الفكرة أو متقدم بها؟ طيب إحنا اللجان التحكيمية اللي كانت موجودة كانت بتضم مجموعة متنوعة، خبراء من الباحثين العلميين اللي موجودين في المعهد، ممثلين لجهات تمويل من أكاديمية البحث العلمي، رجال من المستثمرين ورجال من الصناعة. كل دول كانوا في لجان التحكيم علشان أنا بحكم فنيا الفكرة دي، وفي نفس الوقت قابليتها للتطبيق ورغبة المجتمع في أنه يطبق هذه الفكرة. فلجان التحكيم دي كلها كان في بعد التحكيم لكل المشروعات، لأن عدد كبير جدا، في لجنة عليا من الفئات اللي أنا ذكرتها بنحط ريكومنديشن، يعني مش بننتهي بانتهاء المسابقه، حاطين ان ده يصلح لمشروع نبتدي نطور فيه لحد ما الطلبه تكتمل ينضج عندهم الفكره، فممكن المعهد يدعمهم ماليا وفنيا لحين اكتمال الفكره. ومشروعات لا، المستثمر قال انا قادر ان انا أو عندي استعداد إن أنا أستثمر في دول. وضحت الفكرة يا دكتورة شيرين، نشكرك شكرا جزيلا دكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة التعليم العالي، شكرا لحضرتك جزيلا، شكرا على كل هذه الإيضاحات. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع هالة. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، تناول خلاله الرئيسان آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين. كما شدد الرئيسان على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلا عن آثاره على أمن واستقرار المنطقة. وأكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. أكد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادها للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش، أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم جلسة مباحثات مع نظيره البيلاروسي رومان غلوفوتشيكو بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، حيث من المقرر توقيع اتفاقيات بين الجانبين، كما سيتم عقد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي. وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء بيلاروسيا في أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى. وخلال الاستقبال أعرب مدبولي عن تطلعه للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السداسي العربي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة السعودية الرياض، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن والإقليمي والدولي. وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفاً استهدف 3 منازل في مناطق بمدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن 30 شهيداً وعشرات المصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي أن تل أبيب تبذل جهودا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر باعتقال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين. وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية. وأوضحت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال خلال الأيام المقبلة. تتواصل موجة احتجاجات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعات الولايات المتحدة على الرغم من اعتقال الشرطة لنحو 200 شخص، ويطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وفي باريس شهد الحرم الجامعي لجامعة السوربون تظاهر العشرات من الطلاب للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة، وقرر مسؤولو الجامعة إغلاق المبنى الرئيسي بسبب المظاهرات الطلابية، فيما نصب بعض الطلاب خياما داخل الحرم الجامعي تضامنا مع الفلسطينيين. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. مفيش شك أنه مركز مصر للبيانات والحوسبة السحابية الحكومية اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون ليه أهمية كبيرة ومكاسب أكبر، مكاسب هتعود على المواطن والخدمات اللي بتتقدم له. وده اللي خلانا نسأل النهاردة بشكل أعمق، إيه أهمية هذا المركز؟ إيه ثماره في المستقبل؟ إزاي هيقدر أنه ينقل مصر نقلة نوعية تكنولوجية رقمية على المستوى الحكومي، وزي ينعكس على المواطن زي ما قلنا؟ طبعا بكل تأكيد كل هذه الأسئلة والاستفسارات هيجاوبنا عليها دلوقتي ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك. يا أهلا بحضرتك منورنا. بنوركم. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. في البداية لو نوضح للسادة المشاهدين كده المفهوم العلمي لهذا المركز، مركز الحوسبة السحابية. هو بداية عايزين نوضح للناس مركز بيانات في الأساس هو إيه؟ لان ممكن الحد البسيط اللي بيستخدم كل يوم التطبيقات بتاعه الفيسبوك وبيستخدم السيرش انجن جوجل ما يعرفش ان دي اساسا موجوده مستضافه في مراكز بيانات، ولا يمكن انها تكون موجوده الحقيقه الا جوه مركز بيانات. ومراكز البيانات اللي احنا بندخل عليها على كل التطبيقات دي مراكز بيانات عالميه موجوده في كل حته بره مصر طبعا. فمركز البيانات هو حلم أي دولة في الدنيا عايزة يبقى عندها تطبيقاتها ويبقى عندها حاجتها ويبقى عندها بياناتها ويبقى عندها أمن بياناتها، والكلمة دي تحتها 50 خط طبعا. فمصر من 2018 وهي بتخطط لمركز البيانات اللي افتتح هنا، فهو يعني الفترة دي دايما احنا بنحس بالحاجة دايما بعد افتتاحها. يعني ليه؟ تخيل حضرتك احنا نقلنا عاصمة إدارية جديدة، وأضرب لحضرتك مثال بسيط جدا، لو حضرتك أي حد من المشاهدين ربنا رزقه ببيت جديد جميل كده وهينقل فيه، متخيل لو عنده جراج تحت فيه كل الكراكيب بتاعته وخده معاه وهو رايح البيت الجديد، يبقى كده ما راحش بيت جديد حضرتك، يعني يبقى هو كده ستيل عنده مشكلة. كل جهات الدولة عندها سراديب فيها ورقيات لا تتخيلها، وزارات الدولة مأرشفة كمية أوراق القانون بيمنع إعدامها أساسا. فالدولة لما قالت هنقل عاصمة إدارية جديدة يبقى لازم الورقيات دي يبقى لها حلول، لأنها مش ممكن هتنقل بيها، ومش ممكن هتنقل في عاصمة إدارية جديدة بفكر الورقيات القديمة. فبدأوا يعملوا مشروعات بالتوازي مع مركز البيانات اللي اتفتح. مركز البيانات اتفتح ده هنتكلم عنه كمان شوية بالأرقام كده حاجة يعني كويسة، هو مش مركز واحد على فكرة، هما 3، وهنتكلم عنه
اهدافه ايه والحسابه السحابيه فيه ايه وازاي هيدفع الذكاء الصناعي. احنا الدنيا اللي اتعملت دي كبيره قوي. فال 400 مليون ورقه حكوميه، 400 مليون ورقه حكوميه اتعمل لهم ارشفه وتحولوا رقمي عشان ما يتنقلوش ورقيا، يروحوا الوزارات والاماكن الجديده. النقطه الثانيه، لما حضرتك بتنقل ورقي انت ما بتنقلش ورقي ان حضرتك تعمل سكان وتاخد صوره ضوئيه، الكلام ده لا يمكن يتعمل في دوله وفي العصر اللي احنا فيه وفي العلوم اللي احنا فيه ودوله بعمق مصر. بتتفرج، دي بتتفرج لانها بتبقى داتا، بيانات سيرشبل، ادور فيها كذا كذا، يعني الشكل ما بقاش صوره ورقيه كده غير قابله للبحث في محتواها ولا ولا ولا، لا ده بقت صوره، بقت معلومه رقميه بقت موجوده للدوله. فانا بتكلم دلوقتي في ان انا مش بعمل مركز بيانات، انا بعمل حاجتين، بعمل عقل لدوله وذاكره لدوله، وبتكلم على حاجتين منفصلتين. الذاكره دي هي اللي فيها الارشفه اللي احنا اتكلمنا عنها دي، فيها كل الدوله كان فيها ايه وبياناتها ايه ووضعها ايه وشكلها ايه، وهقول كمان شويه اهميه البيانات دي. وعقل بقى، عشان النهارده مركز البيانات هو حاجتين، تخزين وقدره حوسبيه. يعني تحليلي دكتور عشان بس نقدر نوصلها اكتر للمشاهدين، حضرتك تقصد انه يعني ذاكره وتحليل كمان للبيانات اللي موجوده؟ بالظبط. حضرتك النهارده لو عايزه تفكري في اي معلومه في الدنيا فبتنقليها لذاكرتك الاول، وبعد كده بتشغلي دماغك فيها، فهو الاثنين مع بعض مجتمعين. ان انا النهارده حطيت كل المعلومات بتاعه الدوله دي في ذاكرتي وبدات اشغل دماغي فيها عشان اطلع منها ايه الجديد وايه المعلومه الجديده بالطبيعه بتاعه العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فمركز البيانات اللي اتفتح مخطط له من فتره كبيره قوي، الدوله عارفه انها تعمل تكامل ما بين الحاجات ازاي. مركز البيانات اللي اتفتح ده كان تعاون ما بين وزارات كتيره قوي، حضرتك يمكن شفت وزير الكهرباء موجود في الافتتاح، لان مركز البيانات ده جزء رئيسي منه هو الطاقه بتاعته هتبقى موجوده ازاي وشكلها ازاي ومؤمنه ازاي وبدائلها ازاي، ومنها طاقه متجدده وطاقه عاديه ازاي، ومنها جزء منها وزاره الاتصالات وكذا، ومن جزء منها وزاره التخطيط عشان حاجه الدوله اللي هتتنقل، وجزء منها وزاره في يعني الدوله بتشتغل منظومه مع بعضها. فده عشان كده حضرتك شفت التضافر اللي كان موجود. دكتور في نفس السياق حديث حضرتك، وخليني يعني اضع نفسي مكان المشاهد اللي ممكن ما يكونش عنده خلفيه كبيره قوي عن فكره الارشفه زي ما حضرتك تحدثت، والذاكره والبيانات والرقمنه والفكره دي، وفكره تخزين حتى البيانات بهذا الشكل. ممكن حد يقول دي ذاكره دوله بعمق مصر زي ما حضرتك قلت، وعدد مهول من الورقيات، هل ده مؤمن؟ يعني هل النظام ده مؤمن؟ ده سؤال رائع صراحه، لان يعني انا طبعا هتكلم على ردا على سؤال حضرتك ده بنقطتين او محورين، انا اسف يعني. المحور ان في حاجه اسمها تامين مراكز البيانات المعتاد عليه عالميا، اللي هو بيسموه التامين الفيزيائي والتامين السيبراني. تمام. فيزيائي ده يعني ايه؟ عشان نبسط للناس، زي ما بامن بنك مصفح وحراسه وكاميرات مراقبه ده فيزيائي، ده والناس كلها عارفه يعني ايه تامين اي مكان هام بيتم ازاي. تامين سايبراني بقى انه ما يخترقش، ما حدش يعرف يدخل يخترق بياناتنا، وده معمول على اعلى مستوى. والجميل فيه ان اللي مامنه شركات محليه، احنا ولادنا ولاد البلد. في 14 شركه محليه مشغلين مركز البيانات الجديد، في 1200 مهندس من ولادنا مشغلين مركز البيانات الجديد، فاحنا ولادنا ولاد مصر. ودي اهم حاجه. النقطه الثانيه، بياناتك عندك على ارضك. كان زمان لما ما عندناش الضخامه اللي موجوده دي، انا لسه بقول لحضراتكم دول ثلاث مراكز بيانات مش مركز واحد. طبعا لفت الانتظار الانظار، انا اسف قوي، بي 1، لان بي 1 هو اول مركز حوسبه سحابيه بالضخامه دي، واول مركز فيه قدرات ذكاء اصطناعي، ده على ارض مصر وفي شمال افريقيا في المنطقه بتاعتنا. فيعني ايه ده حاجه جميله، وده حاجه مش هتستفيد منها مصر بس، لا دي حاجه لها مردود اقتصادي كمان. ليه؟ احنا مصر ربنا حبيها بموقع يعني ما فيش اجمل من كده. ف 90% من كابلات الالياف الضوئيه اللي شايله الانترنت على سطح الارض بتعدي على مصر. طالما انت بتعدي عندي، لو خدماتك عندي وعندي مركز بيانات ياخد خدماتك، طب ما انت بتستضاف عندي واقدر احطك على مراكز بياناتي وهي على لديها من السعه
اللي اكثر من احتياجات مصر بمراحل. احنا النهارده الجزء اللي مخصص لمصر بيقدر يشيل 50,000 مستخدم متزامن. كلمه متزامن اهم من مستخدم. اللي هم في نفس الثانيه في نفس اللحظه داخلين، تمام؟ وقادره تشيل عدد الشركات الضخمه محطوطه ل 600 مؤسسه حكوميه هيبداوا يتشالوا. وقبل كل ده وانا بقول المركز ده معمول دلوقتي وقابل للتوسع بشده في نفس اماكنه، تمام؟ نفس التجهيزات معمول، حسابه توسع مستقبلا طبعا. طيب احنا اتفضل دكتور، قد يتساءل البعض انا هستفيد ايه، انا كمواطن هستفيد ايه؟ الدوله بتجمع بياناتها وبدل ما كانت ورقيه بقت رقميه، كمواطن ايه اللي هيعود عليا؟ طيب انا هسال المواطن البسيط جدا، انت دلوقتي لما بتروح تطلع شهاده ميلاد رقميه بسيطه خالص كده، ايه المجهود، ايه فرق الوقت اللي كنت بتاخده عن زمان ما كنت بتطلع واحده؟ بتقف على شباك دلوقتي تدفع ثمن شهاده يطبعها لك من قاعده بيانات مصر، صح ولا لا؟ طيب النهارده لما كنت بتعمل مصلحه حكوميه تستدعي ان حضرتك تروح لثلاث او اربع اماكن مختلفه، لما بتعمل رخصه عربيه وتطلع تروح لمرور عشان والنيابه عشان تجيب شهاده بيانات ومخالفات، والجهه ثالثه وكذا، لو جهه فيها تامين صحي عشان لو سائق بيعمل تامين صحي، لو جه مش ده كله. طيب لما كل حاجه مصر وكل وزارات مصر تستضاف في مكان واحد، هينشا حاجه اسمها هقول اسمها العلمي وهقول اسمها الدارج، انتربرايز باس سيستم او جي تو جي، جوفرمنت تو جوفرمنت، اللي هو حكومه لحكومه، يعني بيانات الوزارات كلها تتصل مع بعضها البعض داخليا، تمام؟ فالمواطن يقدر ياخد خدماته من نقطه واحده، وان تعددت خدماته في خمس ست سبع وزارات، لان كل بيانات الوزارات اصبحت مستضافه في مركز بيانات ومتصله داخليا، فاقدر ادخل البيان الداخلي واقدر اديله الخدمه بمنتهى السهوله انا اسف ومنتهى اليسر اللي في الدنيا. رقم البطاقه بتظهر كل البيانات، كل بياناتك، هو ده الرقم بتاعك اللي انت ماشي بيه على الارض. بعد كده لما المستشفيات، في مشروع في مصر كبير جدا هيستضاف برضو المخ الرئيسي بتاعه في مراكز البيانات دي، اسمه ما هي كانت مستشفيات مصر كلها، بمعنى ان البني ادم المصري هيبقى له حاجه اسمها اتش ار، الكترونيك هيلث ريكورد، او رقم صحي ثابت، ده بيمشي بيه على ارض مصر، لو راح بيه هنا، راح بيه هنا، راح بيه مستشفى، راح بيه حاجه داخليه خاصه كذا كذا، لانه هيقدم خدمه للجهات الخاصه كمان عشان تطلع على ملف المريض، لان انت 90% من تشخيصك هو بياناتك التاريخيه المرضيه طبعا. النهارده لما يعرف كان عندك ايه وعندك ايه وعندك وبعدين العالم رايح دلوقتي ناحيه شكل جديد للطب اللي اسمه البيرسوناليزد ميديسن او الطب المخصص، ان كل واحد هيبقى له علاج غير الثاني لو عنده نفس العرض. صحيح، شكل الدنيا رايح لشكل مختلف، فلا هيستفيد صحيا لما يبقى عنده تاريخه كله اللي هو من يوم ما اتولد في كل حبايه دواء خدها وكل حاجه اتشخصها وكل اشعه عنده وكل بدل الحاجه اللي بيمشي بيها دي، هيستفيد على مستوى خدماته والراحه، هيستفيد على مستوى ان الاماكن اللي ملك الدوله اللي كان مخزن فيها اطنان الاوراق دي لما تتباع لصالح الدوله ده دخل لجوه الدوله وتتحط لجوه الدوله وهتتحط، واماكنها كلها اماكن مميزه جدا هتستغل سياحيا واستثماريا وكل حاجه، في استفاده من كل الطرق وبكل الاشكال. دكتور برضو خلينا نعرف من حضرتك يعني ايه حوسبه سحابيه، يعني كمصطلح. ممتاز يعني ممتاز تمام. بص حضرتك، زمان لو جه شركه صغيره ستارت اب زي ولادنا اللي اتكلم عنهم معالي الرئيس في الخطاب، واللي هو نفسه ان كلهم يفتحوا شركات ناشئه في مجالات تكنولوجيا المعلومات، حب يعمل شركه ناشئه، اي حلم اي شاب بيعمل اي شركه ناشئه هيدور على مكان يستضيف فيه بياناته. كان زمان ما قداموش غير انه يعمل سيرفر او خادم زي ما بيتقال عليه باللغه العربيه يستضيف شركته وتطبيقاته والحاجات اللي عايز يشتغل فيها كلها. لو شاب ناشئ او شركه ناشئه بلا شاب وعايزه تعمل مركز بيانات صغير، او شاب عايز يجيب سيرفر صغير ويوصله بالانترنت ويوصله رقم، الحاجات دي رقم ضخم جدا، ده مش جهاز كمبيوتر، ده سيرفر قدراته الحوسبيه ضخمه. فانا النهارده لما اقول شركه متوسطه الحجم في مصر عايزه تعمل مركز بيانات بتكلم في 30 مليون جنيه، ده رقم كبير جدا جدا. تخيلي حضرتك ان انا النهارده الشركه دي ممكن تأجر على السحابة المصرية الموجودة ما يناظر اللي كانت هتستفيد بيه بمركز البيانات بالظبط، بإيجار شهري يوصل مثلا 5000 6000 جنيه في الشهر. إيه رأي حضرتك بقى الرقم ده والرقم ده؟ هيبدأ كده بسهولة ولا لأ؟
طبعا. طيب ولو حب قدام شويه، لو لو الشركه دي بعد 5 سنين كانت كبرت ومركز البيانات بتاعها اللي كان ب 30 مليون جنيه ده كان موجود وحابه تكبره، هتصرف حاجات طائله طبعا، وهتستنى لحد ما يوصل للاخر كذا. لا، السحابيه بقى فيها ميزه ظريفه قوي. اولا هي مش في السحاب ده، عشان نوسط الدنيا، هو مسمينها كده لانها ماشيه معاكي في مكان ما تكوني زي السحاب من اي حته تاخدي خدمات منها. دي يعني برضو خليني اتاكد من حضرتك، دي زي اللي بيطلق عليها او الدارج او الشائع عنها الاي كلاود او الكلاود. بالظبط، هي دي الكلاود، المسمى بتاع السحابه هي كده. النقطه الثانيه هي خادم سيرفرز او مركز بيانات بس بالطلب، وبتاخدي منه خدمات متعدده. الخدمات المتعدده دي اللي انا بتكلم عنها دي اسمها خدمات استضافه. يبقى انا النهارده، وبعدين خدمات استضافه فيها ميزه ظريفه قوي، انا النهارده شركتي كبرت بعد 3 شهور هكبر، بعد 4. السحابه فيها ميزه انها قد ما عايز اخد اكبر زي ما انا عايز، ده ميزه. الحاجه الثانيه دي اسمها خدمه استضافه بس، لا ده في خدمات ارقى من كده. يعني في برامج معروف ان رخصها العالميه بال 50,000 دولار ولا 40,000 دولار اللايسنس، الرخصه. مين يقدر على رخصه حاجه زي كده لو عايز البرامج دي يشتغل بيها في شركه؟ فبدل ما تشتري البرنامج هو على السحابه وانت عايز تستخدمه قد ايه في الشهر؟ 20 ساعه، الساعه بقد كذا بايجار بسيط جدا. يبقى انت السحابه خدت منها خدمه برمجيه مش استضافه. فانا خدت البرامج اللي بمبالغ قد كده على قد ما انا عايز استخدمها وبس. ففي خدمات عديده جدا ممكن تقدم، ان استضاف، ان انا اخد، ممكن اخد جزء تخزيني ليا خاص بيا كمان. في خدمات عديده ممكن تقدم من الحوسبه السحابيه. طيب انا عاجبني كمان حضرتك بتدي مثال لكل حاجه عشان توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين وتبسط الدنيا اكتر. بالزبط. يعني هذا المركز زي ما قلنا ان هو هيكون فيه البيانات الحكومه موجوده فيها، وكمان هيقوم بتحليل هذه البيانات. ازاي تحليل هذه البيانات هيساهم في توضيح صوره اكثر لصانع القرار بانه يقدم خدمات افضل، بان احنا نعتمد على البيانات اللي موجوده ونقوم بتحليلها وبالتالي نشوف هنعمل ايه في المستقبل؟ تمام. احنا دلوقتي دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بقى هو الحاجه الاساسيه اللي موجوده في كل مكان. والذكاء الاصطناعي بيتكلموا عنه دلوقتي على ان هو الحاجه اللي لو في دوله في العالم ما دخلتهاش خلال العقد اللي بدا من 2020 ل 2025 الدولة دي هترجع لورا 40 سنة. ومصر بدأت. تمام؟ طيب عشان يبقى عندي ذكاء اصطناعي يبقى عندي ايه؟ أولا خلينا نقول هو ذكاء اصطناعي مناظر لذكاء بشري كده عشان نبسط للمشاهد. تمام؟ عندك ابنك في البيت عايز تطلعه عبقري، وهو عايز نعمل لمصر مخ ذكاء اصطناعي عبقري. هل ابنك في البيت عشان تربيه وتطلع مخه كويس جدا عايز تحط فيه قيمك انت واخلاقك انت وعرفك انت واسلوبك انت عشان تطمن عليه لما ياخد المخ ده ويطلع بيه للدنيا ويتفاعل بيها مع المحيط وهو وصل 20 سنه ولا حاجه كده، يبقى انت عارف سلوكياته كلها منضبطه ولا لا؟ هو ده. انا كل العقليات بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي اتدربت على مستوى العالم مش متدربه على 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 كود مصري، مش متدربه على حاجه مصر. فانت لو طلعت نفسك وبياناتك لها اولا ما تضمنش انها تبقى واخده شكلك وعقيدتك واسلوبك وثقافتك وكل حاجه من ده، فبالتالي مش هنديك الحلول المناسبه بالظبط لبيئتك. حضرتك تفضلت بحته ممتازه. الحاجه الثانيه مش هتأتمن انك تطلع بيانات استراتيجيه لبلدك لو عايز حاجه في حته استراتيجيك انك تطلعها بره، فانت عايز برضو تبقى عندك هنا. فاحنا عشان ندرب مخ لازم حاجتين، لازم القدرة العقلية اللي انت عايز تدرب بيها اللي هي البروسيسنج باور او القدرة الحوسبية الضخمة دي تبقى عندك. ودي اول مرة تتوجد في مصر في مركز بي 1 بتاع العين السخنة، بقى عندنا حاجة جي بي يو بيلد او مبنية على، بلاش بقى نقول الجرافيك بروسيسور يونتس اللي هي الوقود الاساسي للذكاء الاصطناعي، بقى عندنا حاجة تقدر تفكر بشكل التكنولوجي بتاعت الذكاء الاصطناعي عشان نبسط للمشاهد. طيب انا لازم احط لها بقى كمان بيانات اللي هتتدرب عليه. صحيح. فبقى عندي الجزء اللي طالع من ارشفه الحكومه، البيانات اللي موجوده ولسه بنكمل انا بقول اهو، يعني اللي اتوجد ده دلوقتي ما يعادلش 30% من اللي الدوله عايزه تحطه من بيانات، لسه في 70% هيكمل. الدوله احلامها اكبر من كده في 2030 بكتير. تمام. فبقى عندنا قدره، وبقى عندنا قدره تخزينيه،
ده احنا عندنا 120 الاساسي بس 120 بيتا بايت، ده غير الفرعيين. الاساسي في 1200 راك وفي 1374 خادم سيرفر، ده غير الفرعيين في اربعه فرعيين فيهم 1400 راك تانيين وفيهم 70 بيتا بايت قدره تخزينيه. يعني لا الدنيا كبيره، الدنيا كبيره. بلاش احنا عندنا مساحه 130 الف متر للداتا سنتر، شوف ده بقى اكسباند. بلاش بلاش ده كله، عندك اماكن فيه لتدريب المهندسين على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. انت لو كنت عايز تدرب دول كنت هتدربهم فين؟ لو ما عندكش المخ اللي موجود اللي تدرب عليه وما عندكش ده، ده عندك قاعات وعندك اماكن مجهزه. الدوله عامله حسابها رفع الكفاءات، الدوله داخله بخطه، بخطه حاطه كل حاجه، حاطه انت عندك ايه، اعمل لك الانيبلرز او الممكنات اللي احنا بنقول عليها باللغه العربيه، اهي عندك الممكنات، عندك اهي التخزين وعندك اهو البروسيس. عايز الكاليبرز، عايز المهارات التالنتس، هدرب لك الناس واعمل لك كذا واعمل لك كذا وتركني كذا. فهو ده وده المحور اللي كان فيه كلام سيادة الرئيس، ان هو كان بيتكلم على الشباب كمان في ده. طيب دكتور، كمان من ضمن الاهداف الحقيقه لمركز البيانات، مركز مصر للبيانات والحوسبه، هو تقديم التطبيقات الحرجه. ايه هي التطبيقات الحرجه؟ طيب بص يا حضرتك، احنا النهارده في عندنا حاجات معينه زي ما قلت لحضرتك امنيا وكامن بياناتك لا يمكن تطلع بره مصر. لا يمكن. تمام، احنا عندنا حاجات معينه في عندنا وفي كل دول العالم، استراتيجيا لازم تبقى على شبكات لوحدها في الاتصالات، لازم تبقى على اماكن تخزينيه لوحدها، لازم 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 تبقى مؤمنه لدرجه ان لا قدر الله في ازمات وكوارث، لا قدر الله في كذا، في 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 حروب، لقد طبعا ربنا ما يكتب اي حاجه على مصر يا رب وتنيها امن وسلام طول عمرها يعني، بس كل دوله بتخطط للطوارئ. خلينا نقول باللفظ الدارج الازمات والكوارث على مستوى العالم بيسميه كده. النهارده عند حضرتك مركز البيانات الرئيسي ده ليه جنبه اربعه فرعيين؟ لان في تطبيقات لا تقبل انها تقف ثانيه ثانيه، لان عليها خدمات حرجة موجودة لازم تكون موجودة طول الوقت، وبيانات لازم تكون موجودة طول الوقت، وخدمات ربط لازم تكون موجودة طول الوقت. حضرتك النهاردة لو مؤسسات مصرفية ولا مؤسسات بنكية حضرتك دخلت كده ولقيتها مش شغالة، الناس اللي لهم حسابات فيها هيقلقوا ولا ما يقلقوش؟ طبعا. حلو قوي. فأنا بضرب مثال على دي ومش عايز أروح لحاجات أكثر تخصصية يعني. فأنا النهاردة مركز البيانات الرئيسي بالأربعة الفرعيين، لو واحد في كسر من الثانية نزل ما بقاش موجود، التاني بيقوم في الكسر من الثانيه ما فيش بني ادم بيعرف. فدلوقتي شغالين بما يسمى علميا اكتف اكتف، يعني ايه؟ يعني ده قايم وده قايم. فبالتالي ما بقاش عندك مشكله، ما فيش اي حاجه حرجه ولا يمكن تقف، هتتنيها شغاله طول الوقت لانها مؤمنه بما يسمى الدي ار، دي ار ديزاستر ريكفري سنتر او مركز البيانات الاحتياطي للازمات والكوارث. طيب عظيم جدا انك تاني موجود حضرتك معانا واتكلمنا عن كليه الذكاء الاصطناعي في المنوفيه، عن اقسامها، عن اقبال كمان الشباب على الالتحاق بهذه الكليه. طبعا اقبال، مش عايز اقول لحضرتك الاجيال الجديده يعني ربنا يحفظهم، هم اذكى منا واشطر منا وانبغ منا، شايفين الدنيا اكتر منا بكتير قوي واحنا في جيلهم طبعا يعني. ف الاقبال بقى غير طبيعي لدرجه انه فاق القدره الاستيعابيه ب 10 مرات تقريبا. يعني الناس اللي كانت حاطه الكليه مرحله اولى قد اللي احنا قبلناه ب 10 مرات زياده. ياه. بالظبط، مرحله اولى وحاطينها رغبه اولى. دليل على ان الولاد بقوا فاهمين الدنيا رايحه فين. تمام؟ الفورم اللي اتعمل السنه اللي فاتت عالميا 2023، الجلوبال ايكونوميك فورم اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي، حط ال 10 وظائف اللي هم طالعين وال 10 وظائف اللي بيضمحلوا. سيبنا من المحله دلوقتي عشان الناس ما تزعلش مننا النهارده. العشرة اللي طالعين تسعه منهم في مجال الذكاء الصناعي والحوسبه والحوسبه السحابيه والكلام ده كله. وواحد منهم اللي هو في الزراعه محطوط فيها ما يسمى البريسيجن اجريكلتشر، الزراعات الدقيقه اللي قايمه على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا. يعني ايه بقى الدمج كمان ما بين ده وما بين ده. فطبعا الولاد بيشوفوا ده قوي والولاد مطلعين قوي. فالاقسام اللي دخلت دلوقتي اقسام عندنا سايبر سيكيورتي، امن سايبراني وده مهم، داتا ساينس علوم البيانات اللي بتحلل البيانات كلها، ماشين انتليجنس ذكاء الاله اللي هو بيعمل ده كله، وعندنا القسم الرابع انتليجنت انجينيرنج سيستم او النظم الهندسيه الذكيه الخاص بالروبوتكس وبالانترنت الاشياء والحاجات الجديده دي كلها.
عظيم جدا. طبعا زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور أسامة، هو مهم أهمية هذا المركز بتكمن في أن بيانات الحكومة موجودة، بيتم تحليل هذه البيانات لأنها بتساعد صانع القرار في المستقبل. مش بس كده، ده في أهمية كمان زي ما كنا بنتكلم على استفادة المواطن من هذا المركز، واللي هيتم توسيعه مستقبلا وهيقدم خدمات أكبر مش لمصر فقط، ده للعالم كله. على سبيل المثال لو مواطن من محافظة ومقيم في محافظة أخرى وكان محتاج أنه يجدد البطاقة، يطلع أي مستخرج رسمي، فكان بيضطر أنه لازم يروح المحافظة بتاعته أو المركز اللي هو يعني محل الميلاد. دلوقتي أنت في أي مكان في أي محافظة من المحافظات، المحافظة اللي أنت مقيم فيها، تقدر تروح فقط بالرقم القومي، سواء عايز تجدد البطاقة بتاعتك، انتهت عايز تجددها، عايز تعمل الباسبور، عايز أي مستخرج رسمي تقدر تطلعه فقط دلوقتي من خلال الرقم القومي فقط. فده تسهيل وتيسير كبير جدا على المواطنين، ومن شأنه طبعا تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد. شكرا لحضرتك يا فندم، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. ألف شكر ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. فريق فاركو اتعادل مع فريق سيراميكا بالنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبكده بيرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 25 محتلاً المركز 9، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 وبيستمر في المركز 16. محمد بسام حارس مرمى سيراميكا حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو واللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب، وده بعد ما نجح في التصدي لركلات جزاء بالوقت القاتل لصالح فاركو. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز. بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية عقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع جهازه الفني على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة الإسماعيلي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر بيان بقائمة الأندية التي لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية الكاس، وده من بينهم نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وده لمدة 3 فقرات بداية من يوم 24 إبريل الجاري وحتى سداد غرامة اللاعب. مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر قرر تعيين الكابتن إمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين للنادي، وكمان محمدين قال إنه بيمتلك سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة جعلته أحد أفضل المسؤولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة. فريق برشلونة فاز على فريق فالنسيا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الأسباني، وبالنتيجة دي بيحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني في الموسم ده برصيد 73 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة. المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر إبريل الجاري، والمقدمة من رابطة الدوري الإسباني. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي وجمانة. نشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. ولسه كلامنا عن الرياضة ما خلصش، وجمهور الكورة حول العالم وبالتحديد محبي الفريق الملكي ريال مدريد والعملاق البافاري بايرن ميونخ مستنيين النهاردة مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الساعة 10 بالليل. بكل تأكيد الفرقتين قابلوا بعض
يعني 26 مرة تقريبا، وحسم بايرن ميونخ 12 مرة لصالحه مقابل 11 مرة لريال، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. ماتش قوي جدا يا شاذلي. طبعا بكل تأكيد، وكلنا مستنيين هذه طبعاً المباراة عشان نستمتع بكرة قدم حقيقية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المباراة من ضيفنا اللي معانا عبر زوم، الأستاذ رضا سليم الناقد الرياضي. أستاذ رضا صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل أهل مصر. يا اهلا بك يا فندم. هل يجوز لينا ان احنا نستند لتاريخ مواجهات الفرقتين، ولا مباراه النهارده هتكون مختلفه؟ اكيد يا استاذ محمد، مباراه النهارده نقول ان هي قمه الكلاسيكو في اوروبا. مباراه صعبه جدا على الفريقين، ما تقدرش تتكهن مين يفوز ومين يخسر. مباراه للمتعه، للشهره، لوجبه كرويه دسمه غير طبيعيه. انت عارفين مباريات دايما الدربيات الكبيره لها مقاييس مختلفه تماما. يعني احنا شفنا موقع اوبتا العالمي بيطلع احصائيات ويطلع الكلام ده، دايما قبل الدربيات بيطلع نسب مين يفوز ومين يخسر. حصل الكلام ده في كل المباريات في دوري ابطال اوروبا في نصف النهائي، كل توقعاته بره. يعني حتى التوقعات، يعني كان متوقع مانشستر سيتي يفوز، الريال فاز. كان متوقع الارسنال يفوز، بايرن فاز. فانت النهارده القمم او الكلاسيكو هي دي متعه كره القدم. بنشوف الجماهير في المدرجات عامله ازاي، بنشوف خارج التوقعات. خارج التوقعات. طيب يعني خلينا نستغل وجودك معانا وتقول لنا الطريقه اللي شايف انه هيعتمد عليها انشيلوتي النهارده عشان يقدر ان هو يفوز بالمباراه دي. استاذ جمال، قبل ما نخش على الموضوع هم هيلعبوا ازاي، لازم نتكلم على تقل المباراه. المباراه دي القيمه التسويقيه بتاعتها تعادل حوالي 2 مليار يورو. يعني فريق البايرن 930 مليون يورو القيمه السوقيه للفريق. انت تتكلمي على ريال مدريد معدي 1.4 مليار يورو، ده قيمه لعيبته. عنده بلينجهام اعلى لاعب، وعند في جمال موسيالي اعلى لاعب في البايرن. يعني نقول ان بلينجهام 180 مليون يورو، وفي نفس الوقت جمال موسيالا 110 مليون يورو في البايرن ميونخ. الكفتين متساويين، يعني هنتكلم على تاريخ، التاريخ لا ينحاز للمباريات في الدربات الكبيره. المباريات طبعا بكل تقولها، خلينا نقول ان صحف اوروبا خرجت وقالت حاجه. صحيفه اسبانيا اس الاسبانيه دي من اشهر الصحف العالميه والاسبانيه، خرجت وقالت كلاسيكو اوروبا دي حديث الساعه، حديث السوشيال ميديا، حديث الاعلام في كل العالم. حتى الجماهير العربيه في المنطقه العربيه بتتعامل مع الحدث على انه حدث استثنائي، مستنيين كوره فيه بنسبه 100%. لازم نعرف ان الكلاسيكو ده كان بين بايرن ميونخ والريال، بدا قبل 48 عاما. صوروا ان اعلى نسبه حضور جماهيري في دوري ابطال اوروبا من 48 عام كان في المباراة دي 111,000 مشجع حضر المباراة. لو جينا نتكلم على 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 نسبة التوقعات مين يفوز ومين يخسر، كل المواقع العالمية طلعت في الذهاب، كلنا عارفين ان في مباراة ايه. في الذهاب البايرن يفوز بنسبة 39%، الريال يفوز بنسبة 35%، و 26% ده كان للتعادل بشكل عام. لو هنتكلم بقى بيلعبوا ازاي وانشيلوتي وطريقته، كل الفرق، كل مدرب بيتعامل مع المباريات دي بحسابات مختلفه، حسابات خطه مختلفه، حسابات ادوار للاعبين في الملعب، لهم ادوار هجوميه ودفاعيه وشغل في الوسط بطريقه افضل عن المباريات اللي قبل كده. صحيح. وانت بتتكلم عن حسابات كل مدير فني، لو هنتكلم على حسابات انشيلوتي لانه بيسعى هو كمان للقب خامس خاص بيه، فاعتقد انه حساباته كمان هتكون او دوافعه هتكون مختلفه. استاذ محمد، احنا انشيلوتي مدرب عالمي، شفنا ازاي قرا المباراه قدام مانشستر سيتي، استمتعنا بكوره كوره، يعني كوره مجنونه. رجع للمباراه ازاي وخد ووصل ركلات ترجيح وخد المباراه وصعد لنصف النهائي. انشيلوتي دايما بيلعب بطرق مختلفه على مستوى التشكيل حسب ظروف المباراه. المدرب الجيد هو المدرب، ولا المدرب الرائع ولا الممتاز، هو اللي يقدر يقرا المباراه خلال اثناء المباراه وهي شغاله. صح. يقدر يعدل في التشكيله، يقدر يعدل في اللاعب، يقدر ينزل لاعب يصنع الفارق. انشيلوتي من نوعيه المدربين اللي بتقدر تغير في المباراه اثناء ما هي شغاله. هو دايما بيلعب بطريقه 4-4-4-3-3، دايما بيلعب بيعتمد، لكن مش دايما بيلعب بثلاثه.
يلاقي هو بيدور على ثلاث اربع لاعبين في الوسط، يلعب قدامهم ثلاث لاعبين وبعد قدامهم بلينجهام وقدام فيني ورودريجو. دايما الثلاثه في حاله الهجوم بيتقدموا مودريتش وفالديربي وبلينجهام وفيني ورودريجو بيتقدموا للهجوم، بيلعب بخمسه مهاجمين. وفي حاله الدفاع بيرجعوا كل اللعيبه وبقى واحد لاعب بس ورا قدام اللي هو فيني فينيسيوس. فانت طريقه انشيلوتي في التعامل مع المباراه طريقه متغيره، ودايما عنده فكر جديد، ودايما بيفاجئ الناس ويفاجئ الجماهير بالاداء اللي بيلعبه، خاصه ادوار اللاعبين في الملعب. طيب استاذ رضا، الحقيقه لو بصينا للتاريخ والارقام، يعني تاريخ المباريات ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ تقريبا النتائج متقاربه بشكل كبير جدا، لكن لو بصينا للارقام الحاليه والاحصائيات الموجوده حاليا بالارقام كده، مين الاقرب للفوز؟ احنا في المباريات عامه الاداء في الملعب مش معناه الفوز في الملعب، احيانا بالفعل مجريات المباراه كلها بتتغير في ثانيه، ولكن حسب الارقام مين اقرب للفوز؟ الارقام بتنحاز لريال مدريد على مستوى القيمه السوقيه، على مستوى حجم اللعيبه، على مستوى القيمه السوقيه للاعبين، على مستوى التاريخ، على مستوى البطولات اللي حققها ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، على مستوى الوصول لنصف النهائي، على مستوى الوصول للنهائيات، كل الارقام تنحاز الى ريال مدريد، لكن لا يقل ذلك من شان البايرن. طبعا البايرن هيلعب على ملعبه وسط جماهيره ورايح بقوه، احنا كلنا عارفين ان البايرن خسر كل حاجه السنه. ليفركوزن خد الدوري بعد 11 سنه من احتكار البايرن للقب الدوري، خسر كاس المانيا. اعتقد ان احنا نقول صعود البايرن للنهائي هو رد فعل طبيعي للعيبه، عشان كده لما تيجي تقولي هو مين يكسب في المباريات الثقيله ديت، كل فريق عنده الدوافع بتاعته، لكن ما نقولش ان ريال مدريد هياخد افضليه عشان الارقام، الارقام لا تعترف، قدامنا 90 دقيقه والكره في الملعب، طبعاً مين يفوز ومين يكسب دي اللي تحدده. يعني حضرتك شايف ان خساره بايرن ميونخ للدوري ده ممكن يكون حافز ودافع ليه ان هو يثبت نفسه في هذه البطوله ويرضي جماهيره؟ استاذ محمد، لازم نعترف بالاثنين، لازم نقول انها دافع وانها ورقه ضغط على العين. لازم نعرف ان بايرن ميونخ اللي احتكر الدوري 11 سنه متتاليه خرج خالي الوفاض من حتى خسر كاس المانيا. مفيش قدام اللعيبه دي عشان تصنع مد لنفسها غير المباراه دي. قدر يفوز وعنده مباراه عوده ثانيه. قدر يفوز في المباراه دي ويظبط نفسه قبل ما يواجه ريال مدريد في ملعبه، هتبقى خطوه كبيره له. لو فشل او تعادل او خرج بنتيجه سلبيه، اعتقد ده هيبقى في رد فعل كبير جدا لجماهير البايرن، لانها فقدت كل حاجه في مجموعه اللعيبه الحاليين. طيب استاذ رضا، حسب برضو القراءات للفريقين، نقاط ضعف كل فريق، هل هي نفس الأخطاء اللي كانت موجودة على مدار المباريات اللي كانت ما بينهم قبل كده، ولا دلوقتي الشكل اختلف؟ كل مدرب بيلعب بنقاط الضعف بتاعت الفريق المنافس. يمكن احنا في غرفة الملابس كل مدرب بيجيب فيديو ويشرح طريقة اللعب، حتى في ركلات الجزاء لما يختار لعيبة بيقول اللعيبة دي هي هتشارك وهتلعب ركلات الجزاء، بيجهز لعيبته بدري، بيقول ان الحارس ده نقطه الضعف عنده الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. لازم تبقى انت مركز في الكلام ده. الحاجه الثانيه، بيحاول يدرب لعيبته على انهم يغيروا طريقه اداء الركلات التربيع او ركله الجزاء داخل المباراه، لانها مثلا لو مودريتش بيسجل على اليمين دايما، كل حراس العالم عارفين ان هو بيلعب كره على اليمين. فبالتالي حتى المدرب، غرفه الملابس استاذه جمانه فيها الكثير من الكواليس، فيها احداث كثيره واسرار كثيره ما بتخرجش الا بره الملعب، ممكن في خناقات بين المدرب واللعيبه، ممكن في شد بين اللعيبه بينهم بعضيهم، فيها حاجات كثيره جدا. غرفه الملابس هي غرفه اسرار كل فريق. طبعا كل فريق هينزل الملعب هيدور على نقاط الضعف، وكنا احنا كجماهير متابعه في المنطقه العربيه بنشوف ان الفرق ديت ما عندهاش نقاط ضعف. وانت بتتكلم عن الجماهير العربيه، ولو هنتكلم عن الجماهير المصريه، اعتقد ان احنا غالبيتنا بيشجع ريال مدريد وغالبيتنا مستني. نعم يعني كلنا بنشجع ريال مدريد، يمكن احنا بنشجع ريال مدريد وليفربول عشان محمد صلاح ده طبعا، لكن لما يتقابلوا هما الاثنين بنروح مع صلاح شويه. طبعا عشان خاطر صلاح بس. طبيعي، محمد طيب. صلاح ليفربول المصري حاجه شرف لينا في الدوري الانجليزي وشرف لينا في دوري ابطال اوروبا، ودايما صوره جميله لمصر في حاجه احنا نتمنى نشوف
نجوم كتير زي محمد صلاح في الملاعب الأوروبية. صحيح. وانت بتتكلم في البداية لما اتكلمنا على أنشيلوتي وتجربته، الجميل في الأمر انه بيقدر يتعامل مع معطيات المباراة في وقتها، يعني بيشوف المباراة ماشية ازاي، مش بيحط خطة زي بعض الناس. ويمكن دي نقطة تضاف ليه، لأن في ناس كتيرة بتشجع أي فريق، يعني أنا كنت شايف أكتر من تعليق كده من الناس يقول لك أنا هشجع أي فريق بيروحوا أنشيلوتي. يعني ده أنشيلوتي خلي بالك هو قاد البايرن قبل كده. يعني هم الفكر بتاع أنشيلوتي موجود في البايرن وحافظين طريقة لعبه. يعني هو رغم إن هو مدرب تاريخ وعمل شغل كتير جدا مع ريال مدريد وعنده فكر كبير بيدخل بيه المباريات وكل مرة بيفاجئ جدا بشغل جديد، شغل جديد على مستوى الخطه، شغل جديد على مستوى دفع اللاعب، يقوم بادوار معينه، شغل جديد للاعب اساسي في التشكيله بيتغير طريقه لعبه في المباراه. انشيلوتي مدرب كوكتيل له خبره كبيره في الملاعب وراجل مخضرم، لكن في نفس الوقت لعيبه الريال البايرن حافظين طريقه انشيلوتي بحذافيرها، في لعيبه منهم موجوده اتعلمت على ايديه، وبالتالي الاسلوب في الملعب هيبقى متقارب، وعشان كده انا بقول لك من الصعب التكهن بقيه المباراه. كل شكر ليك الاستاذ رضا سليم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الساعة 9 صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحملاوي، اتفضلي يا هاله. شكرا جمانة. الـ9 صباحا بتوقيت القاهرة، الـ6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الامريكي جو بايدن، تناول خلاله الرئيسان اخر مستجدات المفاوضات الجاريه والجهود المصريه للتوصل الى تهدئه في قطاع غزه ووقف لاطلاق النار وتبادل المحتجزين، كما شدد الرئيسان على خطوره التصعيد العسكري في مدينه رفح الفلسطينيه لما سيضيفه من ابعاد كارثيه للازمه الانسانيه المتفاقمه بالقطاع، فضلا عن اثاره على امن واستقرار المنطقه، واكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم جلسة مباحثات مع نظيره البيلاروسي رومان غلوفتشينكو بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، حيث من المقرر توقيع اتفاقيات بين الجانبين، كما سيتم عقد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي. وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء بيلاروسيا في مستهل أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى. وخلال الاستقبال أعرب مدبولي عن تطلعه للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السداسي العربي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة السعودية الرياض، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولي. وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف 3 منازل في مناطق بمدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن 30 شهيدا وعشرات المصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي أن تل أبيب تبذل جهودا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين. وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية. وأوضحت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال خلال الأيام المقبلة.
تتواصل موجة احتجاجات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعات الولايات المتحدة على الرغم من اعتقال الشرطة لنحو 200 شخص، ويطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وفي باريس شهد الحرم الجامعي لجامعة السوربون تظاهر العشرات من الطلاب للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة، وقرر مسؤولو الجامعة إغلاق المبنى الرئيسي بسبب المظاهرات الطلابية، فيما نصب بعض الطلاب خياما داخل الحرم الجامعي تضامنا مع الفلسطينيين. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن مركز مصر للبيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واللي افتتحه سيادة الرئيس. الرئيس اتكلم عن أهمية توجيه الشباب لدراسة البرمجة وعلوم البيانات باعتبار أن هذه المجالات هي مستقبل الوظائف مش بس في مصر ده في العالم كله. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن وظائف المستقبل، عن الدراسات والتخصصات المطلوب من الشباب أن هم يتجهوا ليها، وإزاي الذكاء الاصطناعي هيكون عامل مؤثر في هذه المجالات. كل هذه الأسئلة هنعرفها النهاردة مع دكتور محمد محمود عبد الوهاب، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ونورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا بيك يا دكتور، منورنا. الحمد لله. اهلا وسهلا يا فندم. طيب في البداية خلينا نسأل حضرتك عن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه عن أهمية توجيه الطلاب لدراسة التكنولوجيا والبرمجة. أهمية هذه الدراسة يا فندم قد إيه، وفكرة دخولها في مجالات كتير جدا، مدى تداخل التكنولوجيا والبرمجة في المجالات بشكل عام؟ أولا هي من الحاجات اللي يمكن تكون موجودة في العالم كله مش محتاجة يمكن مواد خام، مش محتاجة تكاليف كتير، مش محتاجة يعني، هي من الصناعات اللي سهل جدا ان احنا نبتدي ندخل منها دخل كبير للبلد من غير ما يكون محتاجين نبني مصانع، محتاجين نشتغل في حاجات كتير. فهو يمكن من أكتر الوظائف اللي في دول كتير تقدمت للمستقبل وبقى عندها دخل كبير جدا من المجال بتاع أنا مش عايز أحصر الموضوع في الذكاء الصناعي والكلاود كومبيوتينج أونلي، أنا بتكلم على البرمجة عموما كمجال أكبر وأوسع بكتير، لأنه الذكاء الصناعي والكلاود كومبيوتينج هو جزء كبير، جزء من مجال الكمبيوتر بروجرامينج عموما يعني. عظيم. سواء البرمجة أو الذكاء الاصطناعي مش هنقول هي المستقبل، ده هي الحاضر دلوقتي يعني. دلوقتي في اتجاه من العالم كله إلى مثل هذا النوع من التكنولوجيا، وبدأنا وزي ما كنت حضرتك بتتكلم دخلنا في كل المجالات. مظبوط يا فندم. هي الفكرة إن مفيش حاجة في حياتنا كلها ما فيهاش برمجة. التابلت اللي حضرتك ماسكه فيه برمجة، التلاجة فيها برمجة، الغسالة فيها برمجة، التلفزيون فيه برمجة، العربية فيها برمجة، المجال نفسه داخل في حياتنا، الموبايل فيه برمجة، كل الأجهزة وكل الحاجات اللي موجودة في حياتنا الشخصية اللي كلنا بنتعامل معاها، من أكتر شخص بسيط ممكن يكون ما نالش حظه من التعليم كويس لأكتر حد متقدم بيتعامل مع أجهزة فيها البرمجة داخلة في حياتها. جميل. البرمجة دي بقى إحنا اللي عندنا، احنا مش شاركين في جزء منها، في جزء منها. هو العالم ما عادش في حاجه في العالم اسمها احنا وهم قوي، لان احنا بقى كل حاجه في الدنيا فيها تعاون ما بين كل دول العالم علشان خاطر ان الحاجه دي تتعمل وتوصل. يعني ما فيش حاجه اسمها انه حاجه بتاعت مكان وحاجه بتاعت مكان تاني يعني. طيب خلينا برضو مبسطة أكتر على السادة المشاهدين. مصطلح برمجة
يعني ايه برمجه وموجوده في اي تخصصات واي تخصصات هيستفيد منها؟ طيب خليني ابسط لحضرتك الفكره كلها. انا بكلم حضرتك دلوقتي بلغه اسمها اللغه العربيه. حضرتك بتفهمي اللي انا بقوله لانك حضرتك عارفه عربي وتعلمتيه سواء في المدرسه او اهلك في البيت او حاجه زي كده. الكمبيوتر كجهاز ليه لغات بيتكلم بيها، محتاجين شخص يفهم اللغه ويعرف يتكلم بيها عشان يفهم الكمبيوتر احنا عايزينه يعمل لنا ايه. بمعنى اصح البرمجه هي طريقه هي اللغه اللي بنكلم بيها الاجهزه كمبرمجين علشان نوصل له الفكره اللي عايزين الجهاز ده يعملها لنا. بس هو ده باختصار شديد، هو ده معنى كلمه البرمجه. والتخصصات اللي بيتداخل معها البرمجه دلوقتي خلاص بقت يعني خلينا نقول شايعه في كل التخصصات تقريبا؟ ما فيش تقريبا وظيفه او شركه او مكان ما بيحتاجش البرمجه بطريقه ما عشان يعملها. الموبايل ابلكيشن بيتعمل ببرمجه، الويب سايت بتتعمل ببرمجه، الديفايسز يعني مثلا هقول لحضرتك لما تيجي تركني العربيه فبيطلع لك كاميرا توري لك شكل مثلا الشارع من ورا ويزمر لما العربيه تقرب من حاجه علشان ما تخبط ما تعمليش حادثه، دي كلها حاجه سنسورز وحاجات متبرمجه علشان خاطر تعمل زي كده. التلفزيون لما بيطلع لحضرتك مثلا شكل الصوت وهو بيعلي الاشاره اللي بتطلع اللي هو لما بدوس على ريموت كنترول او الحاجات دي، ما كل الحاجات والتكست اللي بيطلع على الشاشه والحاجات اللي بتطلع دي كلها برمجه. المايكرويف مثلا لما بظبطه على اساس انه يسخن لمده عدد معين من الدقائق علشان يشتغل ده برمجه. الاسانسير الديجيتال سكرين اللي بتبقى طالعه فيه اللي بتقول لك هو في الدور الكام وهيطلع لفين وهو وصل ولا لسه، الطريقه اللي الاسانسير نفسه بيسكاديول بيها ايه الدور اللي عليه الدور انه يقف فيه. يعني انا مثلا في 10 بني ادمين داسوا على الادوار اللي هم عايزينها، ادوار مختلفه، الاسانسير محتاج يختار مين الدور اللي عليه الدور انه يقف فيه. ده برمجه يعني. فانا يعني انا عمال انقل ما بين أشكال مختلفة من الحاجات وهتلاقي إن البرمجة داخلة في كل حاجة دي. اختيار الدور مثلا بتاع الأسانسير دي بروبلم مشهورة اسمها السكادولينج بروبلم. السكادولينج بروبلم هي إزاي الأسانسير إزاي يختار الدور اللي عليه الدور إنه يقف فيه. في ناس بتقول الدور الأقرب، في ناس بتقول الدور اللي الريكوست بتاعه أقدم، في ناس بتقول ودي كلها طرق مختلفة للاختيار وكل مكان بيبرمج على أساسه. طب أنا لو عندي مجموعة أسانسيرات في مستشفى مثلا هيبقى بدي برايوريتي أعلى للأدوار اللي فيها أوض عمليات مثلا الأسانسيرات الخاصة بالمرضى أو كده مثلا. كل ده فتح ابواب لوظائف جديده، وبحسب التقارير انه في خلال الكام سنه اللي جايه في وظائف هتنتهي وفي وظائف جديده هتظهر. اهميه ان احنا نتعلم هذه الوظائف ومن خلال كليه الذكاء الاصطناعي اقبال الشباب على التعلم في هذه الكليه والاقسام بتاعتها كمان. طيب هو في مفهوم خاطئ شويه او خطا شائع ان في وظائف بتنتهي. هي الفكره ان في وظائف بتتغير طريقه الشغل بتاعها مش بتنتهي. عايز ادي لحضرتك مثال صغير. من 50-60 سنة لما ظهر الكالكوليتر، هل ده معناه ان المحاسبين قعدوا في بيتهم او بطلوا يشتغلوا؟ بقوا بيستخدموا الكالكوليتر كنوع من انواع الحاجه اللي بتسهل شغلهم. اكيد اللي كان متعود انه يحسب ورقه وقلم يمكن مع وقرر انه ما يواكبش التطور اللي حصل، هو ده اللي اضطر يقعد في بيته. لكن بس خلينا واقعيين برضو. الشركه مثلا بدلت ما كانت هتعتمد على 5-6 محاسبين عشان يعملوا العمليات الحسابيه بايديهم، مع انتشار الآلة الحاسبة وتطورها في العمليات اللي بتعملها، فهنعتمد على محاسب واحد فقط. ما هو ده يا فندم، لو هو تطور هيبقى في شركات، لو الأربعة دول تطوروا هيبقى في شركات أخرى هتبقى عايزاهم برضو. فهي الفكرة كلها أنت محتاج أنك أنت تتطور من مهاراتك ومن إمكانياتك علشان تستغل لفرص عمل أكبر يعني مختلفة. يعني زي ما حضرتك قلت هي بتتطور فعلا، فبالتالي بدل ما كان المساحة أو القدرة العقلية والذهنية للحسابات بقينا بنستخدم كالكوليتر، فبقينا بنستخدم ممكن ونطور القدرات الذهنية والعقلية دي لاستخدامها في حاجات تانية أو مهام أخرى. مظبوط يا فندم. طيب واحنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتكنولوجيا،
يعني ممكن حد يقول طب يعني انا دلوقتي عايز ادرس طب فانا طب يعني المفروض انها هحتاج الذكاء الاصطناعي، فهل فكره انه تعمم مواد متعلقه بالبرمجه وبالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كل الجامعات بمختلف المجالات ده مهم يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك، هو احنا عندنا يمكن ازمه صغيره محتاجين ناخد بالنا منها اكتر شويه، هي ان لحد النهارده تعليم الكمبيوتر والبرمجه يعتبر في المدارس قبل الجامعات حاجه مش مهمه، بمعنى اصح ماده الكمبيوتر هي ماده لا بتدخل في مجموع ولا بتتحسب ولا يعني اللي بيدخل كليه حاسبات درجته في العربي اهم من درجته في الكمبيوتر. يعني هو لو ساقط في الكمبيوتر وجايب 100% في العربي هيدخل الجامعه عادي. بس ممكن الوضع اختلف شويه يا دكتور، يعني اظن المقاطعه الوضع اختلف شويه، ممكن على ايامنا احنا زي ما حضرتك بتقول كانت حصه الكمبيوتر حصه تكميليه، بس دلوقتي اصلا ثلاث ارباع الطلبه شغلهم على لابتوبس وايبادز. الفرق ما بين دراسه ان انا اكون كمبيوتر يوزر وما بين ان انا بدرس برمجه نفسها، يعني انا هقول لحضرتك الفيزياء والكيمياء والاحياء والعربي والحاجات اللي هي بتحدد مجموع الشخص اللي بتحدد وبعد كده هيخش جامعه ايه ولا لا او كده، دي حاجات داخله في المجموع نفسه، لكن مادة الكمبيوتر بتتعامل زي الألعاب والرياضة والحاجات الترفيهية الإضافية. أنا مش بتكلم عن استخدام الكمبيوتر كآلة اللي هي بقت كلنا مضطرين نستخدمها، أنا بتكلم عن دراسة البرمجة نفسها لحد النهاردة. ومن وجهة نظري فكرة تأجيل دراسة البرمجة للجامعات مش القرار السليم او المظبوط قوي، لان احنا محتاجين ندرس برمجه في سن اصغر من كده بكتير. انا ابتديت اتعلم وانا في سنه ثالثه ابتدائي، بس انا ظروفي يمكن كانت كويسه، يمكن بابايا الله يرحمه كان مهندس اتصالات وكان عارف الموضوع من بدري وكان شايف المستقبل من ساعتها، وفي الثمانينات عشان يبقى واحد عنده كمبيوتر في البيت وحاجات زي كده ما كانتش حاجه سهله، بس فهو هو شاف ده من بدري وفتح لي الفرصه، والفرصة ده فبقى قدامي فرصة إن أنا أتقدم وإن أنا أوصل للي أنا وصلت له. إحنا محتاجين نساعد الناس إن هم يكون عندهم الفرصة دي، وإحنا عندنا عقول متميزة في كل حتة وفي كل مكان. صحيح. نقدر نساعدهم أكتر يعني. أنت جاوبت على السؤال اللي كنت هسألك عليه دلوقتي، اللي هو من سن كام نبتدي نتعلم؟ فأنت بتتكلم من ثالثة ابتدائي، لكن الفكرة في الظروف. وممكن من أصغر كده كمان يا فندم، في برامج ينفع تتعمل. هو الاهتمام بالتعليم وابتدى يبقى فيه يعني ابتدى يبقى فيه شركات وحاجات مهتمة بالتعليم، بتعليم البرمجة موجودة في كل حتة دلوقتي، أنا مش عايز أقول أسماء عشان الإعلانات، بس هي موجودة ممكن الناس تدور عليها وتوصل لها، تقدر تودي ولادها فيها وتعملها، فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا. إن إحنا بس الفكرة كلها إنه لحد النهاردة الفكر بتاع المجتمع ان ده نشاط ترفيهي زي لعب الرياضه او زي روح النادي او زي كده، ما هيش حاجه في اساس تعليم شبابنا لسه موجوده، وده ما بيبتديش يبقى هو اساس التعليم غير في المرحله الجامعيه. هو يمكن كمان الحقيقه بعد كلام سياده الرئيس عن اهميه دراسه البرمجه، في احدى الشركات ذكرت انه الاقبال الحقيقه كان يعني غير مسبوق على هذه الكليات بشكل كبير، وده مؤشر يعني ده مؤشر مهم جدا، لانه الشركه ذكرت انه بالنص انه اقبال تاريخي، فدي يمكن مؤشر مهم جدا. والحقيقه يعني احنا بحاجه لده، زي ما حضرتك قلت احنا عندنا عقول يعني محترمه جدا وتقدر ان هي تخرج يعني علماء في هذا المجال الحقيقه. مظبوط. طيب زي ما حضرتك قلت، حضرتك اثرت نقطه مهمه، فكره التعامل مع اللابتوبس الموبايلز السمارت عامه ديفايسز دلوقتي بقت شائعه جدا، الاجهزه كلها بقت ذكيه، فعندنا قدره على التعامل معها حتى الاطفال من هم صغيرين. فكره ان انا احول شغف ابني او بنتي من التعامل مع الاجهزه الذكيه دي، ان كان سمارت فون ايا كان الديفايس او الجهاز اللي بيتعامل عليه، لا
شغف بالبرمجة أو شغف بالتكنولوجي بشكل عام أقدر أحوله من هو صغير؟ طبعا يا فندم، يعني هو في زي ما قلت لحضرتك يعني اختيار ان موجود الشركات اللي متخصصة في تعليم البرمجة للأطفال، أو يعني في من أول ابتدائي زي ما أنا قلت لحضرتك، في سن التينيجرز دول برضو ليهم بروجرامز مخصوصة ليهم، وفي للجامعة، وفي كمان بعض الحاجات بتبقى مخصصة للخريجين اللي عايز يغير الكارير بتاعه، اللي هو ما درسش أو ما دخلش وعايز ياخد كورسات مثلا، ياخد دورات تدريبية مكثفة إنه يغير الكارير بتاعه. بس أنا عندي يعني تعليق صغير هنا، إن إحنا عندنا تحديات أخرى محتاجين برضو جنب التعليم إن إحنا نهتم بيها. يعني أنا شايف إن في أربع أنواع من الوظائف اللي ليها علاقة بمجال البرمجة. المصريين اللي بيسافروا يشتغلوا برا، والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية جوه مصر، والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية برا مصر بس هم عايشين جوه مصر، والشركات الناشئة أو ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة الصغيرة اللي بتتبني. الأربع أنواع دول كل واحد منهم في تحديات بتواجهه، وفي قوانين ممكن تكون محتاجين نرجع نبص عليها أو نشوف إزاي ممكن نغيرها بحيث إنها تساعدهم أو تسهل عليهم أكثر. يعني النوع الأول يمكن أكثرهم حظا اللي هو بيقدر يسافر يشتغل برا، يمكن ده أكثرهم حظا لأن يمكن مشاكله الوحيدة بتبقى في سنة التجنيد أو أول ما يتخرج، إن هو ما بيبقاش عارف يسافر أو ما بيبقاش عارف، بيبقى جاي له يعني جوب أوفر ومش لا عارف يخرج إلا ما يخلص السنة، وده قدرنا نبتدي نتغلب عليه لما طلع القانون. ده النوع الأول. النوع الثاني المصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية وهم عايشين في مصر، دول بيواجهوا مشاكل زي ازاي يقدر يفتح حساب بالعملات الاجنبيه وهو فريلانسر وما معهوش وظيفه في البطاقه او ما معهوش كده، لان هو ما بيبقاش موظف في شركه فالبنوك بترفض كده او بتقول له هات لي اثبات دخل، وعاده لما بيطلع له جواب من الشركه اللي هو بيشتغل فيها بره الشركات البنوك في مصر ما بتعترفش بيها او كده، فبيبقى عنده مشكله دايما في ان هو يتحول له مرتبه او يقصله، أو إن البنك دايما شايفه بيتحول له فلوس من بره وهو مش ما عندوش إثبات بطريقة ما هو ليه ده مصدر الفلوس، مصدر الدخل. النوع الثالث الشركات العالمية اللي بتفتح في مصر هنا، ويمكن بيئة الاستثمار بقى والضرائب والحاجات اللي تشجع الشركات العالمية إنها تفتح. يعني أغلب الشركات بتفتح في مصر حاجات تسويقية حاجات كده، لكن إنها تفتح ديفلوبمنت سنتر هنا ده مش موجود كتير. يعني يمكن موجود في دول حوالينا كتير بس مش موجود لسه عندنا، إن احنا نشجع الشركات العالمية إنها يكون عندها كده. أما بقى رواد الأعمال بقى والمشاريع الصغيرة الاهتمام بهم أكتر، الإعفاء من الضرائب مثلا، التعامل معهم، تسهيل القوانين بتاعة فتح وإنشاء الشركات، طرق التمويل المختلفة. طبعا كل هذه أمور زي ما حضرتك ذكرت يجب النظر أو إعادة النظر فيها مرة تانية من أجل التسهيل على هذه الصناعة الحيوية والمهمة. لأن إحنا بنتكلم عن الوظائف، ايه ابرز الوظائف؟ يعني انا مثلا زي ما حضرتك ذكرت كده، انا ممكن اكون شغال في شركه عالميه وانا قاعد في بيتي من خلال الكمبيوتر بتاعي، بتواصل معاهم، بقدم لهم الخدمه اللي هم محتاجينها، وفي نفس الوقت بيكون عندي مصدر دخل بالعمله الصعبه. المرتبات بتاعتها عامله ازاي؟ ده المهم، الناس عايز تسال. بص يا فندم، هو ما فيش حاجه اسمها المرتبات بتاعتها عامله ازاي قد ما الاهتمام ببناء السكيلز بتاع الشخص. كل ما الشخص يكون سكيلد اكتر كل ما هيقدر يجيب مرتب اعلى واكتر وكده. لو انا اهتميت بالتعليم بتاع الشخص من هو صغير، لو هو تطور، لو هو قدر ان هو يوصل، هيقدر ياخد الوظيفه. في الوظيفه في شركات كتير بتشوف من وجهه نظرها انه اوفر ليها انها تشغل الشخص وهو قاعد في بيته.
طبعا الشخص اللي قاعد في بيته ده يمكن محتاجين برضو نحاول نلاقي حل لبعض المشاكل زي الكهرباء والانترنت والحاجات اللي بتقطع والحاجات دي، لان دي يمكن تكون عائق من ضمن العوائق اللي بيكون قدام الناس اللي قاعدة بتشتغل ريموتلي بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه. يمكن في وظائف كتير جدا جدا، في شخص مطور، في شخص ديزاينر، في شخص فنان بيرسم، في شخص بيعمل فيديوز، في شخص بيعمل انيميشن، في شخص بيكتب بيسجل فويس اوفر، في شخص كل الوظائف اللي ليها علاقه مش بالبرمجه بس، الحاجات اللي بتخدم البرمجه زمان زي الجرافيكس ديزاينرز والحاجات الاخرى بيبقى ليها حاجات بتقدر تساعد المبرمج ان هو يشتغل يعني. طبعا احنا يعني زي ما حضرتك كنت بتشير لاهميه دراسه البرمجه، لان هي بالفعل هي متداخله في كل خلاص يعني نواحي حياتنا، كل المجالات تقريبا بقت داخل فيها فكره دراسه التكنولوجيا ودراسه البرمجه وما الى ذلك. خلاص يعني فكره ان يبقى في طالب او طالبه او حد هيتخرج ما عندوش خلفيه عن البرمجه بشكل او باخر هو بعيد قوي، يعني هو بجد منفصل عن الواقع. كمان فكره وجود دراسه البرمجه من سن صغير يعني نقطه مهمه جدا، هي مهم ان احنا نلقي الضوء عليها. لاي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود عبد الوهاب المدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره، نورتنا. وانا عندي بس نقطه اخيره احب بقولها قبل ما نختم، الاهتمام بمسابقات البرمجه اللي بتبقى موجوده في كل كده، في مسابقات لطلبه المدارس وفي مسابقات للجامعات وفي مسابقات للخارجين. انا لسه راجع من مدينه الاقصر الاسبوع اللي فات، كان عندنا مسابقه عالميه في مصر على مستوى العالم كله، شارك فيها حوالي 280 فريق من اغلب دول العالم، وكانت تحت رعايه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، كان موجود معانا. والصراحه يعني كانت من اهم واكبر الايفنتس اللي حصلت في البرمجه على مستوى العالم، فاحنا محتاجين نهتم من النوع ده من الحاجات كمان. طبعا واحنا كبرنامج صباح الخير يا مصر مهتمين طبعا بهذا المجال جيدا ومتابعين بشكل مستمر لكل ما يصل اليه العلم في هذا المجال. بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. التحطيب واحد من أهم الفنون اللي توارثها المصريين عبر آلاف السنين، وطول السنين دي كانت ممارسة التحطيب مقصورة فقط على الرجالة. بس مؤخرا وبعد النجاح في تسجيل التحطيب في اليونسكو بقى في تحول كبير الحقيقة، وبقى مش بس في بنات أو سيدات بيمارسوا التحطيب، لأ ده في كمان فرق ليهم في محافظات الصعيد، ده في كمان دوري بيتم دعمه من مؤسسة الصعيد للتربية والتنمية. طب عايزين نعرف تفاصيل اكتر من ضيفتنا نيفين وجدي مسؤول البرامج بمؤسسه الصعيد للتربيه والتنميه اللي منورانا. صباح الخير عليكي. صباح الخير. اخبارك ايه منوره؟ الحمد لله تمام، انتم منورين. شكرا. لو حضرتك تكلمينا في البدايه عن تجربتكم مع التحطيب وتوثيقه كتراث غير مادي في اليونسكو. احنا جمعيه الصعيد للتربيه والتنميه مؤسسه بتشتغل من سنه 1940 في محافظات الصعيد، يعني فوق ال 85 سنه دلوقتي. احنا شغلنا بيرتكز اساسا على الاهتمام بالقيم الانسانيه وبالتراث المصري الاصيل، بنعني بالتربيه وبالتنميه وعندنا مدارس في كل محافظات الصعيد. الجمعية بترعى التحطيب، لعبة التحطيب المصرية بقالها أكتر من 35 سنة في كل محافظات الصعيد بشكله المعتاد اللي هو إحنا طول الوقت بنشوفه كرمز للرجولة ولعبة العصا والتراث المصري الأصيل في الصعيد زي ما كلنا بنشوفه في الأفلام. ويابا الجمعية كانت ليها مسيرة مع أطراف متعددة طبعا في تسجيل اللعبة في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني لا مادي، وده تم بالفعل في 2016 وتم التسجيل باسم جمعية الصعيد للتربية والتنمية. بعديها الجمعية بدأت تفكر بشكل مختلف شوية، لأن احنا بنعمل تربية، بنربي الأولاد والبنات عن طريق كل الأنشطة اللي احنا بنعملها. فطيب ليه لأ
انه البنت كمان من حقها ان هي تحيي وتروج تراث بلدها داخل مصر وفي كل انحاء العالم. بس هنا كانت الـ 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 النقطه اللي لازم نفكر فيها كويس قوي، ان التحطيب خلاص ترسخ في وعي الشعب المصري وكل من يراه كرمز للرجوله ورمز للاحتفال وللرقص ولان هم يطلعوا على المسرح والقوه كمان والقوه والتحكم ممارسه وتحكم. فطيب هنا ازاي البنت جوه صعيد مصر، احنا مش بنرقص بناتنا، احنا لازم نفكر كويس ازاي البنت هتمارس التحطيب. فكان التفكير في انه يكون كمنهج رياضي، رياضه التحطيب للبنت وهي رياضه قتاليه من ايام جذور فرعونيه، وفي يعني على جدران المعابد كلوحه ابو سير الشهيره وهو في ممارسه للتحطيب كلعبه قتاليه. وهنا كان ازاي البنت تشتغل على نفسها وتلعب تحطيب كدفاع عن النفس، رياضه للدفاع عن النفس. وتم تاسيس وتدريب 10 قلنا دول العشرة الخميرة الأساسيين، 5 رجال وخمسة فتيات، وفعلا انضموا لينا بعد 2016 وتم إرساء منهج رياضي. بعديها الجمعية بتمتلك 35 مدرسة، أكثر من 15 مركز ثقافي، تم دعوة البنات والولاد وإزاي يفهموا إحنا بنعمل إيه في التحطيب كرياضة جوه الصعيد. وساعدت مساحة الثقة بيننا بين جمعية الصعيد وأولياء الأمور، لأن تاريخ بقى لنا أكتر من 80 سنة في المحافظات، إنه لا الناس دي مش بتهزر، الناس دي بناتنا لو انضموا ليهم هيعملوا ده صح، مش حاجة تخل بتقاليد أو عادات مصرية صعيدية أصيلة. وكانت الفكرة بدأت بقى تنتشر، بيقول كالنار في الهشيم، إن دلوقتي عندنا أكتر من 12 فريق رياضي في كل محافظات الصعيد. 12 فريق، فريق بيتكون من كام بنات واولاد، في ايكواليتي في المشاركه ما بين الولد والبنت، واصبح ان هم لما بيعملوا فايت مع بعض هم اللي بيحكم المهاره، مش اللي بيحكم ان ده ولد او دي بنت، مهاره كل واحد فيهم والخبره برضه والخبره والتدريب الجاد. هم كمان يعني بيتدربوا بجديه وشايفين الامر ان هو نقله في حياتهم، يعني يعني ازاي انا كبنت صعيديه من قلب الصعيد بمارس رياضه بدافع بيها عن نفسي، وازاي ان انا بحيي موروث بلدي بكل فخر للعالم كله ان ده تراثي، فمين مش هيديني حقي في ده. بس ردود الافعال في البدايه لاولياء الامور كانت زي ما حضرتك قلتي، يعني من البدايه تقبلوا هذا المنهج الرياضي يعني ما راحوش لفكره ان هو رقص، هو بالنسبه لنا في الموروث الثقافي احنا لينا احنا هو رقص، ففكره ان انا احوله او ان انا اضع ليه مصطلح وفعلا احوله منهج رياضي لكن في الاخر هو التحطيب، تقبلوه بسهوله؟ احنا كجمعيه الصعيد لينا مساحه ثقه مع اولياء الامور. ازاي؟ انت لما بتيجي تقولي فكره لازم اشاركك بيها، يعني لازم تدخلي معايا جوه الفكره وتشوفي التجربه بعينيكي عشان تقدري انك انت تستوعبي ان دي حاجه فعلا بجد، انه احنا بنتعامل مع اولياء الامور والمجتمعات في اطار من هم شركاء، احنا مش احنا بندي هم متلقين، لا احنا بنشتغل مع بعض. كمان عندنا المنهج ده بيقوم على يعني منظومه من القيم الايجابيه اللي هي المحبه والتحكم والتعاون والعطاء. فانت لو انت دلوقتي جيت قلت لك بنوتك هتيجي معايا وهتشتغل معايا رياضه التحطيب، والبنوته انا برسي معاها قيم، هي بتعيش القيم دي وازاي القيم دي بتاثر في حياتها وازاي تكون اكتر هي عندها اعتماد على نفسها ومقتنعه باللي هي بتعمله واقفه بكل قوه، مش تعمل فايت تحطيب قدام الحياه. فالقيمه الايجابيه اللي جوه اللعبه هي اللي بتخلي ولي الامر يشوف انه انت بتعمل نقله حقيقيه في بنتي وفي ابني. فليه لا؟ بالعكس ده انا هم دلوقتي بقى هم بيشجعوهم ان هم يعملوا ده. وبعدين احنا نجحنا نجاح باهر خلال الاربع سنين اللي فاتوا، عملنا نقله كبيره ان احنا انضمينا الاتحاد العالمي للالعاب بتاعه الدفاع عن النفس التراثيه تحت رعايه اليونسكو. ده اتحاد بيضم 62 دوله، في موجود المقر بتاعه في كوريا الجنوبيه في شونجو، مدينه شونجو. وكمان نجحنا نجاح اكبر انه نشارك فيه في سنه 2019 بفرق، اول فرق مصريه تلعب لعبه التحطيب الرياضيه هناك كرياضه قتاليه. وبرده ربنا وفقني ان انا اول امراه مصريه تم انتخابها كنائب لرئيس اللجنه بتاعه الدول اللي سجلت العابها في تحت رعايه اليونسكو هناك. عظيم. ودي اجتماعات سنويه بنعملها وبيبقى في افكار لازاي التشبيك والتعاون ما بين الدول، لانه كمان احنا دلوقتي في عالم واحد، في اتجاه لمواطنه عالميه، فازاي كمان ما تكونش جذورنا
التاريخية مشتركة، احنا كلنا جذور مشتركة نقدر نوصل لمواطنة عالمية حقيقية نتحد فيها بتراثنا وبجذورنا وبتاريخنا ونقدر نغير العالم لمكان أفضل. طيب مدى اهتمام العالم بمثل هذه الرياضة تحديدا للتحطيب وتمثيل مصر في الخارج عامل ازاي؟ احنا على المستوى الدولي شاركنا بالفرق زي ما قلت لحضرتك في شنجو، وبعدين احنا لقينا ان نظرة العالم للرياضة وللتراث المصري مختلفة، انه ايه ده يعني ايه العظمة دي، وبقينا فخورين يعني احنا واحنا داخلين في الاستاد وبيعملوا الدورة بتاعة البطولة والاشتراك يعني اللعيب يعني اللاعبين بتوعنا واللاعبات ماشيين بكل فخر لان هم باصين لهم دول مصريين، يا رياضه التحطيب المصريه وانتم ازاي بتعملوا كل ده، والشباب يعني حتى احنا دعينا الوماو اللي هو الاتحاد العالمي جه هنا مصر ونزل معانا الصعيد الاعضاء بتوعهم وشافوا مدارسنا وشافوا المراكز اللي الاولاد بيتدربوا فيها، وقالوا لنا يعني انه انتم ازاي بتقدروا انكم تعملوا ده، فهم بقوا فخورين بينا يعني هم اللي جم وشافوه يعني خلوهم انه مصر فيها حاجات فعلا رائعه جدا، وكمان لما شافوا القيم الاصيله اللي احنا بنغرسها في الولاد وبيعيشوها، يعني الموضوع مش مجرد لعبه، الموضوع ابعد من كده بكتير طبعا. طيب هل في سن معين لتعلم التحطيب ان كان للفتيات او حتى للرجال، ولا اي سن يقدر يتعلم واي سن يقدر ان هو يحترف التحطيب؟ احنا عندنا الفئات العمريه اللي احنا بنستهدفها جوه المواقع بتاعتنا من سن 9 سنين لسن 14 سنه، وفي بعد كده الاكبر شويه اللي هم فوق ال 15 لغايه يعني ممكن نقول 25 يعني دي الفئات. احنا بنهتم بفئه الشباب وتكوينها والاطفال، بس طبعا كل سن له طبيعه في التدريب والتحكم في العصا والممارسه، وبعدين وزن العصا بتاعه التحطيب الرياضي ومواصفاتها مختلفه عن العصا بتاعه التحطيب الاحتفالي، لان دي بيمسكها الرجال وليها وزن وليها يعني ليها طريقه في الممارسه، ولكن التحطيب الرياضي له طريقه مختلفه خالص في الممارسه. طيب بعد تحويل بقى التحطيب من فن استعراضي لرياضه، بكل تاكيد رياضه ليها قواعد، والقواعد دي ثابته في كل، لو هنتكلم مثلا على مستوى مصر ثابته في كل محافظات الصعيد، لكن كفن استعراضي هل كل محافظه ليها بصمه؟ يعني انا هقدر افيدك قوي في ان انا اقول لك انه كل محافظه محافظات الصعيد بتمارس التحطيب بطريقتها، لان هي ليها معلمينها وليها شيوخها اللي هم يقدروا ويحترموا، وليها طريقه اللعب والمبارزه والاحتفال و و و، بس هي قواعد التحطيب بشكل عام واحده في الممارسه او في التحكيم. لكن التحطيب الرياضي المنهج اللي حطوه المدربين والمدربات بتوع جمعيه الصعيد، واللي هو له البوينتس بتاعته اللي بيتحسب ايه وشكل الحلبه وشكل الفايت وقواعد اللعبه، احنا نفذنا اول دوري للتحطيب جوه محافظات الصعيد، عملنا التصفيات الاولى جوه المحافظات، وهنعمل التصفيه النهائيه للي هم طالعين من اطفالنا وولادنا وبناتنا، وهنلتقي في عندنا احنا عندنا بنمتلك مركز تكوين فابو قرقاص ده في المنيا، هيتجمعوا كلهم فيه في معسكر كبير ويعملوا تصفيات ويقدروا بقى ان هم يحسوا بقى بالفخر اللي بيكلل مجهودهم اللي تعبوه الفتره اللي فاتت. طيب بجانب التحطيب وتحويل التحطيب او الصوره الذهنيه عن التحطيب من رقصه لرياضه، ايه اللي حضراتكم بتقوموا بيه تاني لدعم التراث؟ انا عايزه بس اقول حاجه، ان انا بدير البرنامج الثقافي داخل جمعيه الصعيد، مش مسؤول البرامج. برنامج الثقافي عندي بيهتم بالمراكز الثقافيه في كل مواقعنا في محافظات الصعيد. التحطيب هو مكون واحد من المكونات اللي بنعملها، يعني احنا بنشتغل مع الاطفال والشباب في المراكز الثقافيه على اكتر من مكون، يعني مثلا عندنا مكون الفرق الحره بنعمل المجموعات الفنيه الموهوبه في المسرح وفي المايم وفي الوان الفنون المختلفه بنشجعهم، لان احنا وظيفتنا الرئيسيه زي نخلي الطفل يكتشف موهبته ومن خلال موهبته يعبر عن رؤيته واحلامه للعالم كله. وكان لسه يعني عاملين حاجه جميله قوي اسمها مسابقه ابداعاتنا لتشكيل عالمنا، ان احنا بنشجعهم ان من خلال ابداعاتهم وفنونهم يشكلوا العالم من خلال قيمهم اللي هم عاشوها مع بعض في المواقع بتاعتنا. طيب ايه اكتر المحافظات اللي خرج منها فتيات مشاركين في رياضه التحطيب؟ بص انا مش هقدر اقول لك اكتر، بس لو قلنا النسبه وتناسب يعني النسبه الاعلى في محافظه سوهاج وفي محافظه الاقصر.
دول اكتر محافظتين ظهرت فيهم الفتاه بقوه. وهم شوف هم في اعلى الصعيد هم في اقصى الجنوب. فاحنا خدنا الاقصر المجبلين بطريقه زمايلنا في الصعيد يقول لك الاقصر وسوهاج. هي انه يعني فكره العمل على تغيير حتى الصوره الذهنيه للتحطيب من رقصه لرياضه، رياضه قتاليه كمان، هي يعني خطوه مش بسيطة. وفكرة أنه يلتحق عدد كبير من الفتيات والبنات خاصة في صعيد مصر، دي كمان يعني خطوة كبيرة وتقدم بشكل كبير جدا. أكيد أنتوا ليكوا دور كبير جدا في حفظ الهوية المصرية بكل تأكيد، ودعم وحماية التراث المصري. فعشان كده طبعا هنشكر حضرتك جزيل الشكر ليفين وجدي، مسؤول برامج مؤسسة صعيد للتربية والتنمية. شكرا جزيلا. وانا بشكركم جدا. شكرا. صباحكم جميل. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.